تحياتي، شكرا انكم معنا في هذا المباشر على انفو سبور مع محمد العودي ومحمد امين. انتم معنا في فيسبوك ويوتيوب، ما تنساوش تدخلوا معنا باللايك بالشير وكذلك بالاراء ديالكم من خلال هذه الحصه. زوروا الموقع ديالنا www.infosport.ma. سعداء اليوم وكنشرفوا بحضور الاطار الوطني سي حسن بن عبيشة. اهلا سي حسن. اهلا سي امين. اهلا سي محمد العودي، وشكرا على الاستضافه. شكرا انت قبول الدعوه ديالنا. نعم مرحبا. خاص صوتك شويه عيان شويه كاين شويه من بعد العودي اللي كان ديك الاسبوع اليوم. سي حسن. ايوا هذا الجو جو لطف الجو. اكزاكتو. تحيه تسمع مصيفنا. انا غليظ هذه واحد جوج اللي دوشت درت سخنت درت شويه. الله يعطيك الصحه. الله يعطيك. دونك سخنت معنا شويه، كاين شويه ديال باقي غترجع ولا بدا غناكل معصا. كل الحدث تنعرفوا هو جوائز خاصة بالكاف اللي تنظم بمراكش. التعليقات عادية، التعليقات الشعبية عادية، كتبقى التعليقات التقنية على من الجوائز اللي توزعات. أحسن لاعب واعد، أحسن لاعب واعدة، أحسن فريق، أحسن لاعب بإفريقيا، أحسن لاعب محلي، أحسن مدرب، أحسن مدرب للسيدات سواء كان فرق أو لا في المنتخبات. كذلك مجموعة من الجوائز. كان هناك تعليق، هناك من يتفق، هناك من لا يتفق إلى آخره. كتبقى الآراء تختلف اللي شفناها من خلال هذه الجوائز الخاصة بالاتحاد الإفريقي واللي تنظمات بمراكش. كاين إعلام ودولة خارجة عن السرب بأمانة، لأنه الإعلام الجزائري طيلة 15 يوم وكيتكلم بأن القجع والمغرب حيدوا رياض محرز وغادي ياخذوا جميع الجوائز. واش هذا هو الحقيقه؟ هادشي غنهضروا عليه. البرمجه والوداد ومجموعه من المواضيع نرجعوا لها من خلال هذه الحصه. يعني ما كبدايه يمكن تبعت شويه الاعلام الجزائري ولا كيبقى فيها الشعب الجزائري بامانه. والله الا متفرج الجزائري تيبقى فيها، لانه يتلقى واحد الكتله الشعب من التخربيق ومن الخرافات اللي صعيبه، واللي كنظن غتطلع اجيال تا هما ديال الناس ما فاهمين حتى حاجه. ولكن اللي شاف اليوم شاف الحقيقه غيشوف بان كان اشياء مضحكه. كاع بونو احسن حارس وما كاينش التشكيله المثاليه، وجبنا لعاب حيت كاين في نابل وما عرفنا وجبنا وحطينا وعطينا احسن لعيب افريقيا، والناس اللي داروا مجهود حيدناهم الى بزاف الامور غياخذوها كاملين. المغاربه واحسن مدربه ما خداوهاش في المغرب بالنسبه للسيدات، واحسن لاعبه في افريقيا ما خداتهاش مغربيه داخليا اللي خداتها ولكن كمحترفه ما خداتهاش مغربيه، واحسن لاعب افريقي ما خداش مغربي. والا قال لك الركراكي ماشي هو احسن مدربه تلعب في افريقيا، شكون اللي من غيعطيوها مثلا؟ انا نسول الجزائريين شكون ياخذ احسن مدرب افريقيا؟ ومنهم بلا ما ندوي عليه بلا ما نكبروا بلا ما نسمينا، ما بامانه تيبقى فيه الشعب الجزائري. انا اللي يحزو في النفس هو انهم كيحاولوا انهم يديروا واحد الهوة في الوقت اللي حنا كنحاولوا اننا نجمعوا واننا نتقاربوا، لاننا بغينا ولا كرهنا كنا مسلمين وكتجمع بيناتنا الدين واللغه وبزاف الاشياء اكثر ما اشياء اللي كتفرق بيناتنا. فالوقت اللي حنا كنحاولوا اننا يعني نحاولوا نجمعوا ونحاولوا اننا نصلحوا ونكونوا قراب يعني من بعضياتنا، الاعلام الجزائري مازال مواصل السياسه ديالو. ما عرفتش فين غادي توصلوا ولا شنو هو الفكر اللي غادي به، ولكن كون غير يكونوا شويه منطقيين حتى في التحليلات ديالهم ويكونوا قراب للواقع ممكن تناقش اشياء، ولكن كتشوف بانهم بعيد كل بعد على 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 المنطق. يعني ما عندكش اشنو تناقش معاهم. كيما بحال لايفات تيك توك ولا اشنا هي الاشياء اللي ممكن يعني تلوم عليها مثلا الجامعه ولا المغرب انه خدا جوائز. المغرب كان متالق في جميع المنافسات وفي جميع لا على المستوى الفردي لا على المستوى الجامعي. دونك اشنو هو اللي علاش المغرب منطقيه ماشي منطقيه؟ راه اليوم ما كاينش المنطق باش ما ياخذش حكيمي احسن لاعب وما يكونش بونو اللي كان كيتنافس على الكره الذهبيه العالميه وما يكونش 13 احسن 13 لاعب في العالم 13 والثالث في العالم احسن ثالث قول، وخصو يكون هو اول بالنسبه ليا. وتجي اليوم ما تلقاش كاين ما كينافسش على الكره الذهبيه الافريقيه وعطي احسن حارس وما كاينش في التشكيله المثاليه. يعني القاره الافريقيه كتبقى القاره الافريقيه، الاتحاد الافريقي كيبقى الاتحاد الافريقي. داك الشيء زعما بزاف الاشياء اللي كان خص زعما يجي يطو بغا يديروا لي خاطرو ودخلوا لي اولا يجي يطو يجي يشوف. القاره الافريقيه اليوم هازه راسها ولا كتفتخر بالانجاز ديال المغرب
بالإنجاز ديال كأس العالم، بمعنى داكشي اللي حقنا في كأس العالم حقوه، هاد الناس استحقوا يدوا جميع الجوائز. راه تزلزلي كلاعب نبيل كامارا كتعرفوا دا كأس إفريقيا وكان هو الهداف ومشى للفينال مع أوساسونا ودار أشياء اللي مهمة في الكارير ديالو في هذا الموسم، ونعطيوها لواحد أخر اللي نبيل كامارا زعما مؤسف صراحه اللي وقع في الاتحاد الافريقي. دائما كيردنا اننا عندنا واحد العقليه ما عندها علاقه بالاحتراف واكثر من السياسه، غير يكونوا يحتكموا المنطق شويه. ما يمكنش يكون واحد ما يكونش بونو الخواطر، ما فيهاش منطق ايوا الخواطر خص تكون بالاولويات، لان احنا بونو افضل لاعب في افريقيا، افضل ظهير ايسر في ظهير ايمن في العالم، دار انجاز ديال كاس العالم، متوج مع البيجي. اشنو مازال بغيت يدير هذا الحكيمي باش ياخذ افضل لاعب؟ اشنو مازال بيدير هذا بونو اللي دا المغرب النصف النهايه ومشى دا التتويج مع اشبيليه باش ممكن محمد بان اوزيمان عارف راسو احسن لاعب، لعب غدا لعب نهار الاربعاء مع في تشامبيونز وجا عارف راسو ياخذها ما بين. لكن انا في نظري كما قال سي محمد وقلت جايا هذا هو الفرق، الشعب الجزائري كاين في بلاصه والحكومه ديالها والاعلام ديالو كاينين في بلاصه اخرى ما كيعرفوها هما، غير من ناحيه ديال الجوائز كما قال سي محمد. حكيمي كان دا السنه الماضيه ولا اللي قبل دا احسن لاعب واعد ولا ثاني لاعب واعد، ودابا كيلعب مع باريس سان جيرمان ولعب دومي فينال ديال كاس العالم. اوسيمان فرقه ديال نيجيريا يمكن ما تاهلاش كاس العالم، كاس افريقيا ما عرفت ما تاهلاش. دونك كلاعب يمكن مع نابل، ولكن هذا العام راه يلاه ماركيشي ثلاثه البيوت، لا العام ما دايرش دونك راه حيت محسوبه حتى ديسمبر. فكنظن الافريقي اعلام افريقي سميتو ما كي ولا راه حنا اللي خصنا نتخلقوا حيت داروا الخواطر، راه حنا اللي خصنا نتخلقوا بيان سير، وعلى الاقل يعطيو الجوائز. الا ما كانش حكيمي تمحرز يستهلك احسن من لاعب نيجيري على الاقل. اللاعب النيجيري ما كانش كاع يكون كاع ما خصوش يدي احسن لاعب في العالم، يعطيو مثلا الاول الحكيمي ويعطيوه الثاني. ما يمكنش ما يكونش حكيمي، ما يمكنش ما ياخذش افضل جائزه. ما كيصبوا وما كيديروا حتى حاجه، ما كيبينوا لك هذا، ما كيبينوا لك التصويت كي داز، ما كيديروا ريبورتاجات، ما كاين لا سينكرونيزاسيون. دابا المتوجين نورمالمون السين في كاع المحافل اللي كيكونوا بحال هكا الا ما حضرش كيديروا معاه فيديو، كيدير هذا يزين اه دايزين كيعلقوا دايزين وصافي، ما كاين حتى حاجه. مسمح لي مع احترامي وديع منداد استاذ، السي وديع منداد استاذ مقدم ممتاز السي وديع منداد، لكن اختياره غير موفق بالنسبه لي باش يدخل يدوي باللغه العربيه ديك الطريقه. اسمح لي وديع منداد يمكن غفلوا بانه السيد هو ولد فرنسا مغربي، زاد فرنسا كبر فرنسا، غالبه عليه اللغه الفرنسيه. موجودين الاخوان، موجودين صامد غيلان، هذا موجودين امين بيرو كذا معوض متوكل، موجودين اللي جلال اللي غيتقنوا اللغه العربيه بقواعدها وهذه يمشيو للفرنسيه. وهذه بالذات اعيد استاذ مستوى عالي جدا، انما المهمه اللي تعطاته غير موفقه بالنسبه لي. شوف انا ما داكشي انا كندوي راه هو الحفل هو هذا الشيء اللي طرا اليوم صراحه ماشي مفاجئ، هذه مهزله بالنسبه لي، مهزله بكل المقاييس، ما عندها لا اساس لا راس، ما عندها حتى شي منطق، ما عندها حتى شي معايير باش نبقاو نقولوا القاره الافريقيه وغدا التطوير والاحتراف. ما كاينه، راه كاينه عقليه كتفهم علاش الكره القدم الافريقيه ما كتطورش وعلاش ما باغيش تزيد قدام، لان اللي مسيرين بهذه العقليه ما يمكنش. علاش ما تكافش الانسان اللي خصو يتكافى؟ وانت تبع كره دابا، واش بيرسي طاو احسن لاعب في القاره الداخليه؟ بيرسي طاو لعاب عالي بحالو بحال الدراري اللي كيلعبوا في كاع الفرق في افريقيا بحال ما ماركا 20 بيت ذاك العام، ما تميز بشي حاجه شي. هذاك الشحات هذاك اللي ضرب مع شيبي كان احسن من بيرسي طاو بسنوات ضوئيه. واش الاهلي الفيز المصري هو احسن فرقه في افريقيا هذه السنه بامانه؟ هل الاهلي المصري الا كانت ممكن واحد التساؤل اخر اسي محمد، دونك سوبر ليغ منافسه غير رسميه، هذه المنافسه دابا نحن وقفتنا الشامبيون وعطلاتينا وغتولي غتلعبوا الدوره الجايه دوره 12 وقفوا غنشيطوا لنا ثلاثه دورات مع الروتور غنوليو 18 دوره في لقاءات الاياب، وحنا باغيين نساليو في الخرد ماي، هذا هو اللي تعطانا بان نساليو في الخرد ماي.
لخرت يونيو لخرت جوان ما تسانيش حسابيا ما تسانيش ما يمكنش 18 دوره ما يمكنش واخا دير لها اللي درتي ليها مع لا جوندا مع المنتخبات مع البطوله الافريقيه اللي استمرت فيها ان شاء الله الكاف والوداد وتاهلوا ما تسانيش دونك سوبر ليغ ما كايناش لان انا كان سوبر ليغ كيفاش الاهلي المصري هو احسن فريق وغير الوداد اللي لعبت الفينال ولعبت هذا الفينال راه في نفس السنه هو نفسها في نهايه ماشي اشياء تضرب في الراس يمكن الخواطر كل ماشي الخواطر الخواطر ديت انا ماشي دافع الخواطر تاع عسل لان شنو الاهلي كان الاهلي ما صيفطوش عدود المكتب ديالهم كنضاعفوا فرصنا كافريقي كان حنا كنضاعفوا فرصنا امام العالم وحنا ما كنعطيوش راسنا قيمه امام العالم لان كدير واحد الحفل اللي كتجي فيه النجوم ديال العالم ونجوم ديال كره القدم الافريقيه باش اللي يستحق شي حاجه يديها ماشي انت كتفرض على واحد الانسان هذاك المسار الرياضي ديالو والانجازات اللي دار كيحكموا عليه حكيمي نصف نهائي ديال كاس العالم اللي حتى شي منتخب افريقي ما دارو وكان حاسم مع البي جي حاسم احسن ظهير ايمن في العالم داك الشيء اللي دار يستحبونه خلاص لان في, 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 في يعني في الجوائز ديال فيفا وكان كلشي كيقول بان بونو خصو يكون بيان سور الحركه اللي دار مع داك الحارس ديال خصو يكون هو اللي ياخذ احسن حارس في العالم وتجي اليوم تعطيه افضل حارس وتحيدو من التشكيله اش من منطق وتعطي افضل وما كاينش في التشكيله شنو هي جوج حوايج ما مقادينش الا ما داش حكيمي دا بونو الانجاز ابونو حيدوه ابونو تحيد تحيد كاع من نومينال مع 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 المنتخب الاولمبي التتويج مع الفريق ديالو يسجل وكذا وما ياخذش احسن لاعب واعد وتعطيه لواحد ما اش دار ما دار حتى شي حاجه تعرف لامي كامارا هذاك تعرف ما كنا شي اسم معروف في اوروبا دابا ولكن عادي راه ماشي لاعب زعما اكسبسيون كان بوردو لا كان هو كان في جينيراسيون فوت في البوردو هو هذا هو هذا غادي يمكن معنا امين صديق اللي كان حاضر ويقربنا اكثر امين ما كاينش واخا يعاود كاين امين صديق عاود شوفوا لنا الله يجازيك بخير انا ما تنستغرب لهذه المساله بيرسي طاو ما دخلش ليا الراس انا نمشي معك بيرسي طاو كل شيء ماشي غير بيرسي انا والله ما شوفيني انا والله ما شوفيني انا ما شوفيني الحلاوه ديال هذا الشيء ما بقاتش انا ماشي شوفيني العملود هو احسن لاعب كان ذاك العام في عصبه الابطال بدون منازع ما كانش العملود السعاد والله ما شوفيني بامانه خلي دابا الوداد لا 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 راه دربتيه وانت كنت مستوى العملود العرجون بجوج قلت العرجون عفوا جبران بجوج ما يستحقوا ينافسوا على تعطيت له قلنا سيدي حنا ما كاينش مشكل كاين العملود راه كان حاسم لا في هذا السوبر ليغ ولا في عصبه الابطال السوبر ليغ راه هو البيت اكزاكتومون وبلا في عصبه الابطال شحال من قبل مره كان حاسم كيجي بيرسي طاو ما عرفتش ما عرفتش انا بالضبط الاستين خص نورمالمون من بعد كيديروا ذاك الريزومي تيقولوا مثلا اللجنه الفلان فلان على خلي يديروا سان داونز كاع مثلا دات لا سوبر ليغ وديما كتكلف سان داونز راه من احسن الانديه اللي كاينه دابا في القاره الافريقيه واللي دارت بيرفورمانس بخيره في فال والطريقه اللعب ديالها كتختلف عن طريقه اللعب ديالها الوداد سي محمد حتى الوداد راه دو فينال بيناتهم شهر ولا شهر والعام اللي فات لاعبين شي اربعه ديال الفينالات دخلتي كاس العرش دخلتي السوبر دخلتي مشات لا سومبيون دخلتي شابينز ليغ دخلتي مع السوبر تبارك الخير والبركه واش عارف المنتخب اللي دخل اللي دخل مع المغرب في المنافسه من غير السنغال السنغال نقولوا منطقي عارف المنتخب اللي دخل المنافسه غامبيا غامبيا ليش ما سمعتوا على شي حاجه غامبيا ما سمعتها قبيله ما قلت وقيله قلت يمكن شي قلت وقيله شي يوكانز ولا ايديزناف ولا ايفان شكون دار دوك ماري ايديسات والله تدير شابو بالله والله تنقول منطقيه مالي هو احسن منتخب كان في كاس العالم اوديسيت ما تجيني منطقيه واخا امين صديق يمكن معنا من مراكش انا الامين مرحبا اخويا امين مرحبا بالاخ محمد العودي ومرحبا بالاطار الوطني حسن بن عبيشه وجميع المشاهدات ومشاهدي موقع عفو سبورت شكرا امين يمكن انت كنت حاضر ارتسامات متباينه ولكن هناك اجماع بان كانت اشياء غير مفهومه فالتتويجات اللي كانت في الحفل توزيع الجوائز على المتوجين بأحسن المربوط كانت السنة داخل إفريقيا بالفعل الأخ أمين فالبداية ديال هاد المشاكل هادو بدات من اللوائح النهائية واستغراب كبير بغياب بعض اللاعبين اللي قدموا موسم كبير وحضور لاعبين اللي الموسم ديالهم كان عادي فعلى نخصوا بالذكر اللائحة النهائية واللي كانت هي الأهم اللي كان فيها أوسيمان ومحمد صلاح وحكيمي فالكل استغرب الغياب ديال ياسين بونو اللي كان حاسم ودا قلق باليوروبا ليغ
وكذلك هو كان من العوامل الاساسيه وصول المغرب للنصف النهائي، كذلك الفوز ديال الاهلي المصري اللي خسر امام قدمش واحد المستوى كبير، خسر كاس السوبر، خسر في كاس الدوري الافريقي، غياب ايضا اتحاد العاصمه اللي فاز بلقب الدوري الافريقي وفاز بالسوبر الافريقي، بزاف ديال الحوايج اللي كانوا في هذا الحفل هذا اللي خلاو الجماهير المتشبعين يستغربوا، ولكن كذلك كانوا حوايج مزيانين وكانوا تتويجات اللي مستحقه. اكيد بان غيكونوا كانوا تتويجات. شنو هي ابرز اللقطات اللي ما رصدتهمش الكاميرا واللي كانت في هذا الحفل واللي يمكن نتوما كنتوا قراب ليها وشفتوها؟ فأبرز الحوايج اللي شفنا هنايا فهي في البدايه ديال الحفل او السجاده الحمراء او الريد كاربيت كما كنقولوا، وصول اللاعبين، وصول الاساطير ديال كره القدم المغربيه، واحد الاجواء، واحد الحوار، واحد اللقطات كانوا جميله صراحه. احنا كصحفيين وحنا كمتشبعين شفنا شي حوايج وتذكرنا مع الاسماء بزاف ديال الحوايج. كانوا الصحفيين هنايا اللي صراحه لاول مره كيقولوها، كيقول لك اول مره كيتلاقاو مع بحال الاسماء كاملين في فتره واحده، وهذا شرف لينا حنا كصحفيين وشرف للجميع اللي كان حاضر اليوم هنا. كنتمنوا بحال الاسماء اللي دازوا اليوم، لا باصير بودربالا، النيبت، المياغري، كاملين الاسماء هادو اللي دازوا ما بقاش نتسناو في المحافل الدوليه بحال هكا باش نشوفوهم، نتسناو انهم نشوفوهم مباشره على ارضيه الميدان وعطاو التجربه ديالهم لكره القدم الوطنيه. اذا كان ممكن كيفاش كانت الارتسامات بعد الاعلان ديال يعني اوزيمان؟ يعني هو محمد كيفاش كانت الارتسامات داخل القاعه بعد ما اعلنوا على ان اوزيمان هو يعني افضل لاعب في افريقيا وماشي حكيم؟ باش نكون واقعين كانت واحد الخيبه امل للصحفي المغاربه، ولكن كان الحضور ديال الصحافه النيجيريه كبير، وكانت واحد الاحتفالات كبيره داخل القاعه، ولكن باش نكونوا صريحين ان كل شيء كان كيقول لو كان بونو في هذه اللائحه فكان محسومه بنسبه، باش ما نقولوش 100% غتكون بونو، لكن الغياب ديالو كيف كان كيف قلت في البدايه تواجد صلاح خلى بزاف ديال العوامل وبزاف ديال المعايير تغير فهاد سميتو. الى جينا حطوا كل لاعب شنو دار كنظن ان كانوا لاعبين اللي يستحقوا يكونوا في اللائحه النهائيه، وما غاديش يتخلق هذا القيل والقال على الجائزه. كنظن اوسيمان النقطه اللي شفعت ليه او اللي ميلات الكفه ديالو ان كان من العوامل الاساسيه ان نابولي توج بلقب الكالشيو بعد سنوات عده وكان الهداف، لكن كنظن ان انجاز حكيمي في كاس العالم الانديه كان خاصه يتخذ بعين الاعتبار، كانوا بزاف ديال الحوايج اللي ممكن، ولكن كتبقى هذه جائزه فرديه ما عندهاش معايير محدده، كيبقاو التصويت، كيبقى شحال من حاجه كتدخل فيها، دونك دائما غادي يكون فيها القيل والقال. امين كيفاش استقبلتوا بيرسي تاو؟ انت متبع، راك انا عارف متبع والناس كلهم متبعين، بيرسي تاو احسن لعاب في افريقيا داخليا، انا جاني هذا على الخواطر وصافي، انا ما فهمتش هادشي اللي كاين صراحه. كان واحد الاستغراب كبير خصوصا ملي تعلن الاسم ديال بيرسي تاو، كان كلشي كان كيقول غادي يكون نجم ديال سان داو تشواليلي، ولكن صراحه استغربنا بزاف ان تعلن الاسم ديال بيرسي تاو. في مصر داخليا بين جماهير نادي الاهلي كلشي عارف ان المستوى ديال بيرسي تاو تراجع بزاف. صراحه استغربنا بزاف كيفاش تعلن الاسم ديالو. كان ممكن لو كان شواليلي هو اللي غادي تشوف فما كانش غادي يكون كاع هذا النقاش وهذه الصدمه هذه. سان داونز باش الناس تعرف هو شواليلي، وهو مهاجم جيد، لو كان شواليلي كنفهموها، اذا كيماركي اهداف ممتازه ومنين يلعب ضد الوداد في الروتور دار الفرق شواليلي. غامبيا مين خرجات؟ علاش غامبيا دخلت في التصنيفات مع المغرب والسنغال؟ بغيت نعرف علاش. شوف امين هذه النقطه ديال غامبيا بعض الصحفيين ما عرفوش شكون مع المغرب والسنغال في اللائحه النهائيه، كيتسائلوا من بعد لهم غامبيا قال لك شنو داروا غامبيا هذا العام هذا، وهذو من الحوايج اللي استغربنا. الا كانت غتكون غامبيا والسنغال كان ممكن تكون مالي، كان ممكن تكون مصر، كان ممكن تكون الجزائر، على الاقل غادي نقولوا منتخبات اللي كبيره
تقدر تدخلها مع مصر والسنغال، ولكن غامبيا صراحه مازال كنستغربوا لحد الان. وهذا الشيء اللي قلناه عاوتاني ان في اللوائح النهائيه الثلاثيه كانوا بزاف ديال الاسماء اللي صراحه ما عرفناش علاش تختاروا. بحال دابا احسن لاعب داخليا مايلي ومتفهمها، كان هداف ديال يونغ افريكان دابا في بيراميدز، شاتشوالي اللي نفهمها، بيرسيطاو، ولكن ما يكونش جبران، ما يكونش العملود، والله ما شوفي لي هذا، ما يكونش العميد ديال فكرني بسميتو ديال اتحاد العاصمه، مشى لي الاسم ديالو اللي هو لو ستوبر ديال اتحاد، وكان ممتاز. ولكن كوب دلا كاف راه مايلي تا هو كوب دلا كاف، هو دونك العملود مايلي تا هو الكوب دلا كاف، هو سوبر ليغ اكزاكتومون. العملود كان هو اللي امين. تفضل امين. راه من النقط اللي كانت توصلنا بها، المعلومات اللي توصلنا بها البارح في الليل، ان بن شيخ رفض انه يبقى في شي حضر. ضغطت عليه الدوله الجزائريه بصفه رسميه، قالوا له لا حنا الجزائريين ضامنين ما تحضرش. هو التخريجه اللي كان كيقول بانه اتحاد العاصمه ما كاينش في اللوائح النهائيه. للاسف حتى حنا خصنا نديرو مع تخريجه ملي ضامنتي، الله يعاوننا ويعاونك. عندك شي فرقه تقلب عليه عاوتاني في المغرب عاوتاني غايجيبو ياك كاينه بلاصه. وللاسف يعني واحد بحال بن شيخه اللي عاش في المغرب سنوات وعنده علاقات مهمه لا مع يعني الانديه لا مع الجامعه الملكيه لا العصباوي، ياخذ هذا الموقف الدوله. هو واخا الدوله انت راك عندهم يدير مع ناس ما دماغهم شويه سيره فوق طاقتك، لا ماشي كندافع عليها بحقنا، ما نهضرش على حق تقريبا شي 8 سنين فوق طاقتك، لا تولا ما تا كي غدير مع لا هضرت معاه في الكونفينمون ملي كانت كره محبوسه دوزتو معايا في القناه الاخرى، ولكن كيكون يمكن يجيو شي تليفونات كبار تيقولوا له سير بعد. وشنو هو العذر اللي دار العذر هو اتحاد العاصمه ما كايناش التويجات، دونك وانا انا غندخل كاحسن كوتش باتحاد العاصمه. هذا هو ما احسن كوتش كان بين وليد الكراكي، ما عرفت واش حفيظ الدراجي عنده شي راي بين وليد الكراكي ما يستاهلهاش، الا كان عنده شي راي يقولوا لينا الله يجازيه بخير ويتقفنا ويورينا يعلمنا كره القدم كما قال رياض محرز منطقي على وزيمان. وزيمان رياض محرز كويري. لكن في هذه القضيه سي حسام فواحد السنه تا هذاك زياش توج مع تشيلسي بكل شيء، من الغربه ما ناضوش قالوا عطوا لزياش احسن لعب، ما ناض حتى واحد فينا ودرنا ذاك الحماق اللي كيديروا دابا. لا 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 هذوك اخرين الجزائر هذوك حاله خاصه، حاله خاصه بوحدهم هذوك. نعم علي امين، كل ابرز خلاصات كاخر تدخل معاك مشى امين. غامبيا ما عرفتش انا غامبيا علاش خرجت، هو حفل مزيان في الشكل في التنظيم، يمكن افريقيا باقا خصها شويه ديال التعامل، ويمكن خصها حتى في السنكرونيزاسيون في التنظيم الاستيتيك الجماليه ديال التنظيم كيخص بزاف من القضيه. شوف حتى كناوت حق شفتها هزه الجائزه، ما عرفتش ما تقدماتش للبلاطو، ولكن الجائزه شفتها هزه ديالها كاحسن لاعبه على المستوى المحلي. هي خدات برافو حتى كناوت شكلا مزيان مضمونا، بزاف الحوايج خصها تعاود فيها النظر، وبزاف الحوايج خصها نعاودوا الا بغينا نزيدوا للقدام، الا بغينا نثيقوا وتكون عندنا الثقه في الكاف وفي المؤسسات، لان دائما علامه استفهام كبيره على الكاف، على الفساد اللي عاشته الكاف وكتعيشوا في بزاف المراحل، وخصوصا بعد ذاك يعني النهائي ديال الراديس والتغييرات اللي وقعات، وجا ناس جداد، وجات فاطمه ساموري اللي سيرت واحد ست شهور تقريبا مع لاكاف، وقلنا الامور تتحسن، ولكن للاسف من محطه لاخرى كيبان بان كاين مشاكل، وأولى أدل على ذلك هادشي اللي واقع اليوم، لأن أنا ما تقبلتش صراحة بأن نشوف يعني أسماء لا علاقة أنها كتوج، وواحد باسم بحال حكيمي أفضل لاعب في المركز ديالو في العالم، ولا بونو بداكشي اللي صنع، ولا أسماء أخرى ما كتكونش وما يكونش في التشكيلة المثالية، فزعما هادشي غريب، لأن ماشي غريب لأن عاود شوف التشكيلة المثالية، شوفوا شي واحد فيهم عطى بحال أناحي ولا شوفها شوف اللي تختار بلاصة أناحي واش كان بحالو، شوف هذا هو المشكل. قلت بان دائما سبحان الله فاش تجي فهاد المراحل ولا فهاد المحطات كتعرف افريقيا شكون كيسيرها، وكتعرف شنو كيوقع في افريقيا، يعني ما كاينش تصور ديال اننا خصنا نرقاو بمستوى كره القدم، والهدف هو تطور كره القدم، هو ارضاء الخواطر، هو هذا ياخذ هادي وهذا يعطيو هادي، وهذا ما مقبولش بالنسبه لي. اذا كان حتى موقف الجامعه غادي في هذا الاتجاه انا بالنسبه لي ما مقبولش، لان خصنا ندافعوا على الاحق
والاجدر حتى ولو ما يكونش مغربي خصو ياخذها. الا كان شي واحد في جنوب افريقيا ولا في نيجيريا ولا كذا المغرب لو كان رياض محرز ما غيبيعوا تواف في المغرب. ايوا فخصو ياخذ الجائزه باش تبقى لاكاف كمؤسسه عندها قيمتها وهذه الجوائز تبقى عندها قيمتها. اليوم بهذا الشيء اللي دار ولا حفل بائس. انا كتجيني هذاك التحزار ديال الاهلي ما تنتقبلوش. اول الاهلي نورمالمون خصو يكون على الاقل الخطيب ما كانش ما علاش نحزرهم بهذيك الطريقه ونعطيهم عاد شنو احسن فريق وما تقل حتى التعامل ديالهم ما تيكونش مزيان بامانه. اسمح لي الخطيب داز العام مزيان وتيموبي داز العام مزيان وعام بودربال راه كاين تما داز العام مزيان وصلاح راه كاين تما داز العام مزيان وكاينين اللعابه دازوا بحال الخطيب زعما شنو اي داز العام كبير هو هذاك محمود الخطيب ما تناقش ولكن راه حتى حنا عندنا لعابه كبار عرفتش ما اللي نقولوا بداسي بالعودي بان هذه الجوائز كتبقى فقط قالا اما المنطقيه راه ماشي هي اللي كنعرفها ويمكن راه كان مارادونا تحدث شحال من مره على هذه المساله هذه. المنطق لا يحك في الجوائز والاك احسن تصنيف نقدروا نقولوا لهذه المساله هذه هي ديال بولو. الا شتي تم جائزه ديال الفيفا ديال دباست بولو في 13 الاخرين ما كاينينش وفي حسن حارس ثلاثة وحارس قليل الاداب هذاك الحارس الارجنتين قليل الاداب فجيتي عند رئيس ديال الدوله اللي بيستضيف كاس العالم وناس عندهم قيمه ودرتي حركه ما فيها ما يجمع في بلد اسلامي ما انا سيدي رئيس دوله هذاك وانت هذا ودرتي حركه ما فيها ما يجمع ما يمكنلوش يبقى ياخذ جوائز داك السيد او لا سي عاد صبري قله الادب ما عندها حتى معنى ما يبقاش يدخل الرياضه اخلاق هذا اكزاكتو راه يعاود لك سي حسن انت ما عرفتش واحد اللاعب اللي نسميو كان لعب مزيان في الوداد راه ما لعبش دو كاتيجوري ولكن حسن كان يحماه لانه لعب كويري علاش كان مشى للوداد في واحد التورنوا كانوا كيمشيو في واحد البلاصه في فرنسا ولا فدار واحد الحركه ما فيها ما يدار لدرجه هذيك السيده اللي شاده في ذاك لوبرج قالت لهم انا 30 عام وانا ندير الحرفه ما عمر شي واحد دار عليا شي حركه وجابوه حطوه الوداد دار خدمته قالوا هذا ما بقاش يضرب الوداد حسن شكا كيدير له لان اللاعب كويري ماشي يضيعو كان كيدخل يلعب لي ماتش اميكو مع لي كاتيجوري ضيع دو كاتيجوري داكشي اش داك اللاعب واخا كورته كبيره ما مشاش الطريقه اللي خصو يمشي بالكره ولكن الاخلاق هي الاولى في كره القدم بلا ما نجبدو سميت اللاعب واش كانت قصه حقيقيه ولا لا سي حسن هذه حقيقيه دونك باش الناس تعرف الاخلاق في كره القدم مهمه جدا. ثم جيتو لذاك الحارس عطيتوه احسن حارس في العالم مزيان دونك منطقيا بان احسن لاعب في افريقيا خصو يكون مغربي. ما نيجيريا ما بطلت افريقيا ما حتى حاجه ما عندها والو باش تكون هي اوزيمان ماركا 30 بيت في طاليان. هذه السي امين بحال مدرب مثلا عنده فرقه عنده هذا بروميي في لو بوست هذا دوزيام وهذا تروازيام وهذا كاتريام اذا كانت لا ليست كبير. البروميي ما كانش مشى الكاتريام نقص هذا بحال دابا بونو كلاسي تروازيام في العالم وجاو عطاو احسن لاعب مثلا لواحد كاع ما كاينش كاع ما كاينش ايكيب ناسيونال ديالو منطقيا خاص ياخذ بونو الا ما كانش بونو حكيمي فافضل الحالات اما انه يكون واحد من خارج هذه الاسماء ياخذها ما مقبولاش كيف ما بغى يكون انا خايف يكون الاعلام الجزائري نجح في الضغط ديالو. لا ما نظنش نجح في الضغط ديالو لان الاعلام الجزائري كان كيغرد خارج السلب. الاعلام الجزائري كيبغي شي حاجه اللي خلق منها البوليميك على المغرب فقط هذا هي الهم ديالو هذا هو التصور اللي ولا عنده ما كيهضرش على حتى شي مواضيع مثلا افريقيا ولا كذا اللي المغرب قجع واقع كثير ما كيقدرش يناقشها ولا ما كيبغيش يناقشها وما كيعطيهاش الاهميه بقدر ما كتكون شي حاجه اللي بسيطه عندها علاقه بالمغرب كيدخمها ويتكلم عليها وكذا لانه الهم ديالو هو انه يحارب المغرب ويهاجم المغرب. ما عرفتش حتى اللي غيبقاو غاديين في هذه السياسه اللي ما غادي تنفع حتى شي حاجه لان سير تخدم بلادك خدم تيراناتك خدم انديتك خدم كذا 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 ودير المنتخب ديالك كذلك يمشي كيف ما توج بكاس افريقيا يخدم ويمشي لكاس العالم وهذا وراه خدمتك هي اللي غتهضر عليك. راه اليوم الا كان حكيمي ولا بونو ولا المغرب ولا وايد متوج راه ماشي من فراغ لان عطاو القاره الافريقيه وعطاو كره القدم الافريقيه واحد المستوى كبير عالي جدا وداروا شي حاجه اللي حتى واحد ما كان كيتخيل ان منتخب افريقي يقدر يديرها في الجروب اللي كانوا معاه كرواتيا ودازوا مع بلجيكا ودازوا مع البرتغال يعني افضل يعني المنتخبات على المستوى العالمي
قصاهم يعني المنتخب الوطني ومشى النصف النهائي، معنى كاين واحد العمل استحقوا عليه هذه الانجازات اللي هما كيتكلموا ولا اللي كيتغناو بها، ماشي غير المغاربه يعني افريقيا وعربيا. بالتالي اي منتخب قدر يدير هذا الانجاز راه غادي نهضروا عليه ونتغناو به. اليوم المغرب استطاع ان الجزائريين يمشيو يخدموا ويمشيو يقادوا تسيرانات، يديروا بنيه تحتيه، يديروا فنادق، يديروا اشياء اللي ممكن تخلي، ما شفنا غير نظموا الشان بدون مشكل ديال المغرب، ما خلاوش انه يمشي في رحله مباشره، كملوا بالمشكل السياسه مع الرياضه بداكشي اللي وقع، ولاو الكاف والفيفا فاتحين تحقيق وكذا، وراك شتي كيفاش داز داكشي بائس بواحد الدرجه. فالناس خصها تخدم باش توصل لهادشي اللي حنا غاديين فيه حاليا، وان كنا كنقولوا حنا غاديين وعندنا مشاكل خصنا نصلحوها باش نزيدوا القدام باش نطوروا كره القدم الوطنيه، ولكن على الاقل عندنا تيرانات، على الاقل عندنا فنادق، على الاقل عندنا بنيه تحتيه، على الاقل عندنا تي جي في، عندنا اشياء اللي كنفتخروا بها وكنقولوا كرويا خصنا نتقدموا. هذا هو الفرق. يعني كانت هذه الخلاصه ديال هذه الليله الكرويه اللي شفنا واللي فيها بزاف الملاحظات. بالنسبه ليا تنقول للبنور الحكيمي، انتم احسن لعابه كنتوا هذه السنه، هذه ما تحتاجوش كاع الاعتراف اللي هو ما عنده حتى معنى. يمكن كتوجوا بالمجهود ديال الفريق اللي خدا احسن منتخب، وهذا حافز باش يمشيو لكاس الافريقيه المقبله اللي كنظن شهر بالتمام والكمال سي كوميم. والفرق الاوروبيه ما باغاش تعطي اللعابه ديالها 15 يوم، باغا تعطيهم بحال كاس العالم اسبوع. دابا كاين نيغوسياسيون في هذه القضيه، وهذا تيحيلنا النقاش على البرمجه. الاسبوع الجاي غتوقف البطوله، هي يعني تلعب موراها ماتش مؤجل فقط. كنظن الدوره 13 غتوقف على حساب هي الدوره 13 هي لقاء مؤجل ديال الوداد وديال الوداد والماس والرجاء وتبركان يعني. هذا هو يعني المهم جوج دورات غيشيطوا يعني في الغالب ما غيتصاليش الالي قبل من كاس افريقيا يعني في نسبه كبيره. هذا هو التوجه اللي كاين، لان هاد التوقفات اللي دارت باش انها تلعب الوداد كذا هي اللي ضيعات، بان ما خلاتش الريتم غادي وما خلاتش ماشي الريتم، ما خلاتش حتى البطوله تكمل ولا الشوطر الاول يكمل قبل من كاس افريقيا. كاين ملاحظات كبيره للاسف على البرمجه، ودائما كنتكلموا عليها ودائما كتبقى محطه علامه استفهام، لان حتى اليوم تصور اليوم عاد خارجه ما عارفينش المدربين اش يديروا، واش يعطيو اللعابه راحه، واش يترينيو ولا دا حتى كيتفاجئوا بالبرنامج خرج داك الشيء. المشكل هي عند المسيرين يخلصوا ما وما خدامينش ما كاين والو، الناس واقفه ما يخلصوش هما عمرهم كيتخلصوا، راه يديروا السهوله ما يخلصوا، يقول لك كره ما كاين لا كره لا، ديجا عندهم كريديات ديجا الكريديات، ولكن خاص يكون شي تصور واضح تحط. هذا يا دابا بداو الاتهامات اضرباتها كوش، راه ديجا جمهور الرجاء عنده غضب على هذه القضيه ديال تاجيل المقابلات، يقول لا تستند القانون، ولكن القانون اللي في العصبه الاحترافيه باين الا لعبتي على اكستيريور عندك جي بليس 3، لعبتي في المغرب جي بليس 2، دونك نورمالمون خصو يطبق. عندك 71 و 40 الا ما طبقش غير ماتش واحد راه يمشي لكل شيء. هو الغضب اللي كاين هو ان يعني جمهور الرجاء قال لك ممكن ان الماتش ديال نهضه بركان مع الرجاء يتلعب نهار السبت، عاد الفريق انه يسافر لان عنده متساهل من المغرب يلعب حتى الاربعاء، يعني لعب السبت يقدر يسافر الحد، وعنده الاثنين والثلاث، وفي الغالب الانديه كتمشي 48 ساعه قبل من يعني كترين دير جوج الحصص وكتلعب المباراه ديالها. فكان كيقولوا بانه كان ممكن ان يعني تبرمج المباراه يوم السبت وتلعب بلا ما تاجل، لان باقي متوعه وثاني كاين ديربي وكاين مؤجلات، وكنعرفوا بان لا رجال الوداد كيبغيو يلعبوا الديربي قبل من المؤجلات ديالهم، فهذا كله خلانا يكون واحد الارتباك كبير فهنا. دابا جمهور الرجاء تسائل واش الرجاء قبلات هاد القضيه، هذا هو التساؤل في كاين المشكل، ما اللي طلعتها دابا هو الرجاء ما عندهاش حل باش انها تقبل ولا ما تقبلش، لان كاين البرمجه كاين قانون كتستند ليه، كاين قانون تستند ليه، كاين عندك بلوس 3 بلوس هذا كتستند ليه، دونك ملي كاين قانون اش كيدير واحد ما كاينش العرف اللي تيبدل القانون. السؤال هو واش البرمجه ولا العصبه استشرات بعد الرجاء وقالت لهم بانه واش قابلين ولا ما قابلين؟ ما عنديش خبر، ما جاوبنيش بودريقه يعني بامانه، ما جاوبنيش يعني، راه هذا هو السؤال الاول. عيط بودريقه ما جاوبنيش، عيط عبد الله ابراهيم ما جاوبنيش ولا ما قابلينش. ولكن سي محمد واش اي واحد تعيط ليه تقول لي واش غتقبل ولا ما تقبلش؟ خاص تطبيق القانون. القانون وصافي، لو بروغرام راه معروف، ملي كتعطي لا جورني ديال السبت ولا الحد ولا الجمعه
كتقول راه ثلاث. طيب انا سولك السي حسن، انت كدابا كتبع غتشوف لي جوار غتشوف انت تقني غتكون نخدم واحد النهار مع فرقه تبعتي، قدرتي تبع الشامبيونات العام قدرتي دير لها واحد التصور؟ لا 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 ما تقدرش، ما انا ما قدرتش ما نكذبش عليك. كيف شي طريقه باش الناس كتوقف تلعب ووقف شحال فرقه مشى لها الايقاع؟ شفنا داك النهار اولمبيك اسفي شديتي فرقه لبحات الجيش دارت هذا، من بعد جلسوا 15 يوم ولا 18 يوم لعبوا مع بركان فرقه اخرى ما قادرينش خسروا، من بعد عاوتاني شدوا لي تمر ما ربحوا مع برشيد بثلاثه كانوا يربحوا باربعه وخمسه وسته. دونك هذا القتل الايقاع كيقتل حتى الفرقه. الى 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 بروغراماسيون، الى ما تبروغرامات الشامبيونه ديال سنه كامله واضح راه باقي ما باقي ما باقي ما وصلناش لذاك المستوى اللي خصنا نوصلوا ليه صراحه. ما كاينش لا واش غتلعب غدا ولا ما غتلعبش، والاهم شنو هو؟ كان عندنا مشاكل في الترونسبور مثلا اللي كيمشي لافريك وداك الشيء ما كتلقاش طياره، دابا راه كلشي كيكري طياره افيون سبيسيال كتسالي كتجي كترجع تلعب، غتقدر تلعب كاع بجي بليس دو. انت راه حنا راه بروفيسيوني حتى حنا شحال هذه من 2012 وحنا عندنا بطوله احترافيه، باش غنوقفوا ولا نعطيو الخاطر لهذا ولا نديروا؟ ما يمكنش. كتبقى تسمع الا درتي خاطر الفرقه بروغراماسيون مشات كامله. نورمالمون كدير لا ليست الارج يعني كدير لائحه موسعه بالنسبه لافريك، ما كاينش كياخذ 30 لعاب. كيعطيوك 30 لعاب كيعطيوك اكثر من 33 اكثر بقيلاش 35 ولا 34 33 لعاب باش تلعب كره القدم ماشي باش عباد الله. دابا انا جاني احساس بانهم ما كاينش الزعامه على انك تلعب اللعابه اللي جالسين، وعلاش انا كنخلصهم اللي ما تيلعبوش؟ بركان داروها في هذا الماتش ديال اللي فات ديال البارح، لعبوا اللعابه ديالهم اللي اللي ما لعبوش مع ضد اسفي. دونك انا حيت عندهم ليفيكتيف وعندهم لعابه صغار دونك هادو مبرمجين بركان هاد السنه هادي غادي تبان لك. عمرهم اولا ما عمرهم ما شتكا وقال لك العيا ولا هما عندهم مسافه اللي كيقول العيا ولا كيقول لك الدراري اللي كيخسر هادي معروفه، اللي كيربح كيسكت، كيخسر السيمانه الجايه كيقول لك كثرت المقابلات. شتي دابا هانت لالي نورمالمون نكونوا دابا ديسمبر لعبنا تقريبا واحد 18 ولا 19 ماتش، اما في البطولات الاوروبيه راه لاعبين 25 وعندهم 20 فرقه، احنا دابا يلاه لاعبين 12 وديسمبر احنا لاعبين 12 وباقي عندنا الروطار باقي وداد من هذوك 12 عندهم ثلاثه او كنقولوا راه عينا ملي كنلعبوا لا ربحت كنقولوا عينا راه يلاه لعبنا 12 ماتش ما خص حتى شي واحد على الاقل في ديسمبر نكونوا لعبنا واحد 15 ولا 16 ولا 17 لالي بعدا يسالي على الاقل وكنلعبوا كاس العرش واحد. دونك فهاد لالي ما يمكنش دير تصور على مستوى الشامبيونه واللعابه والفرق صعيب. هو هاد لالي بالنسبه ليا يعني استثناء من سنوات هذه ما عمرنا شفنا هاد لالي بهذه الطريقه سنوات لان تجمع فيه كل شيء حتى الملاعب في ازمه ديال الملاعب جات والعام الجاي عاوتاني ازمه ديال الاضرابات ديال اللاعبين مع الانديه كاين اللي سيمانه كاين اللي جوج كاين اللي ثلاثه. دابا طنجه راه نساو الكره راه اليوم عاوتاني دخلوا السيمانه الثانيه الثالثه ديال الاضراب هما مشاو مدربين التعليم مدربين ومشاو لعبوا ماتش وتعادلوا جابوا تعادل مهم مع الفتح وجاو ما جاوش قالوا لهم تبرافو عليكم مسيرين ديال الفرقه طلقوا واحد الاشاعه ما جاوش شافوهم قالوا تبرافو عليكم غادي محمد 33 وباغي اللاعبين والله الا ارتيكل في صفحات ديال طنجه وبقاو فيا اللي كاتبين داك الارتيكل كتبوا الارتيكل وانا عارف غيكون شي واحد ود ليهم ولي تيكتب باقي صغير سمع غتجينا جبنا تقنيه من الاتحاد الدولي وتشوف لي زانستالاسيون ديال اتحاد طنجه وتعطي لاتحاد طنجه الفلوس. لا ماشي ارتيكل هذا هذه تدوينه ديال الرئيس راه ما يمكنش هذا الشيء. هذه تدوينه ديال الرئيس راه عندي وعاود سيبريمها من بعد راه الرئيس اللي كتب تدوينه ما يمكنش جات لجنه من الاتحاد الدولي وغتعطينا الفلوس وغتدعم مع العلم ان هذيك اللجنه راه هي اللجنه ديال راه كيعرف السي حسن ديال الدي تي ان دارت على الانديه كاملين وتشوف مراكز ديال التكوين شوف لي سيونس دونتريمون اللي كيديروا في اطار توحيد الرؤيه في اطار توحيد الفلسفه ديالها هي اللي غدير رابور لك الشركه وداك الشيء كسيتي راه هذه اللجنه غتجي كما جات عند الرجاء عند الوداد عند تطوان عند طنجه غتجي تعطيهم فلوس وهذا رئيس ديال الفريق ما نفرقش بين اللجنه اللي هي جامعيه ديال الاداره التقنيه وبين اللجنه من الاتحاد الدولي غير يجي يدير عندك الاتحاد الدولي حتى من غير من دون الاتحاد الدولي يجي يعطي الفلوس فراقي باش تفهم يعني دابا هذه فرقه ما كيسول فيها حتى شي واحد هزوا حوايجهم مشاو للتي جي في ما بغاوش يمشيو عاودوا طلبوهم جاو ما مشاوش مشاو الغد
حتى الغد عاد مشاو لوجورجي كما كنقولوا نهار الماتش لعبوا جابوا تعادل مع الفتح رجعوا المدرب دار التشكيله ودار الطريقه في تران ما سولتو حتى شي واحد ما يمكنش وكتقول علاش كيديروا الاضرابات واجيو بعدا شوفوا قول لهم غير شكرا الله يرحم الوالدين برافو عليكم مشيتوا لعبتوا واخا ما مترينينش وكذا ودرتوا واحد الاكسبلوا ودرتوا واحد النتيجه اللي هي اللي هي اللي هي مهمه وراه الفلوس غتكون واجده راه طنجره على ما تستفهم كبير على هادشي اللي واقع فيها فقلت كاين ازمه ديال التيرانات ازمه ديال الاضرابات ازمه ديال التوقفات لان الدوري كلشي المشاكل اللي ممكن تعيشها في كره قدم تعاشت وما لعبناش الكره نقدروا نتكلموا على الاضرابات ونتكلموا على التيرانات ونتكلموا يعني بساعات ولكن باش نقدروا نتكلموا على واحد الفريق ولا كذا ولا هاد اللاعبين فهاد الظروف هاد المستوى ما نقدروش حيت كتلعب ماتش كتوقف جوج سيمانات كتلعب ماتش كتوقف ثلاثه سيمانات كتلعب جوج ماتش حتى فرقه ما عند ريتم باستثناء اللي لاعبين في لاكاف ولا لا بركان والوداد الوداد كيميلا والماتش دخلوا في العياء او دخلوا دابا هذا انا ما فهمتش هاد القضيه العياء والله ما فهمتها اش من عياء اش من عياء علاش غيعيا اللعاب كيفاش علاش غيعيا علاش غتعيا ولا علاش ست الماتشات في واحد ظرف اقل من شهر وغادي 10 غادي 10 ايام وراك جلس 10 ايام لا كنتكلم على البريود اللي كان فيه ما كنتكلمش على من بعد 10 ايام كنتكلم على باقي في عياته دابا لا معنا كنتكلم وكندمو على البريود اللي دوز واللي داز فيها باجاس فيد اللي كنقولوا ديال ربعه ديال الهزائم كان عياء هو على الهزيمه كتعيا هو المشكل اما حاليا انا كنت كنتمنى بان يبقى يعني الدوري ملعوب لعبوا الدوره تقريبا 10 ولا 11 واجلوا باش تلعب هذا صافي تهرس الريس سدير لا ميساجور تهرس الريس ودابا ما دارت لا ميساجور لا حتى حاجه للاسف دونك كنظن بان الله اللي مشى راب لا تقنيا راب تقنيا ما بقاش عنده منطق لالي ديال البطوله الذهاب ديال البطوله ديال هذه السنه كنظن انا في نظري انا ما عرفتش انا بان ليا اللائحه ديال المنتخب الوطني بين معروفه 23 هدف يعني زدتي ثلاثه خصك تادي عليهم قلت لك زعما باينه ما يكونش فيها شي مفاجاه وعلاش غنوقفوا البطوله 40 يوم لعبوا الشامبيونه واذا كان بحال دابا السبت واحد كان المنتخب الوطني لاعب شي سبت ولا شي حد اكزاكتومون نوقفوا ولعبوا الاربع ونكملوا البطوله هذا هو الحل سينو راه ما يمكنش انا حقتي علاش نلعب علاش نوقف الشامبيونه والمنتخب الوطني يلعب علاش لان اش كيقول لك هما تيقول لك اودي جميع المكونات ديال الكره المغربيه كتمشي كتولي مشغوله مع ليكيب ناسيونال لوجيستيك الجامعه والعصبه حيت العصبه كتاخذ مع الجامعه اللوجيستيك وكيولي واحد 90% مشغول مع المنتخب الوطني المغربي هذا هو العذر اللي تيتعطى ما فيهش واحد كاين هذا كاين لاجوان ديالو كاين ما عرفتش سي بوسيبل ما رايك في هذه النقطه شوف انا لوجيستيك ما عندناش انا كيف ما قلت لك يعني هذه البدايه ديال هذه السنه دي استثنائيه بكل المقاييس وما عمرنا عشنا بهذا وهذا غيكون عنده تاثير كبير اي هذا غيكون عنده تاثير كبير على المستقبل يعني والمباريات لان غنبداو نشوفوا اصابات كثيره تصور دابا هادشي اللي جالسين وغيزيدوا يجلسوا عاوتاني واحد الشهر وشهر و10 ايام ولا هذا فذاك امتى غيترينوا هاد اللاعبين كيفاش امتى يعني ياخذوا التنافسيه ديالهم ومني غيقدروا يبداو يقدروا يبداو الاربع حد ويا غدا باش انك تسالي البطوله وزيد عليها غتكون عاوتاني الوداد وبركان لاعبين عاوتاني يعني يكملوا الدور ديال لاكاف وديجا بركان هي تاهلات للدور المقبل الوداد ان شاء الله تيتاهل ف كاين مشكل كبير على مستوى البرمجه اللي خصنا نداركو وخصنا يكون تصور اللي هو واضح لان دابا تجي تشوف اليوم كنتسائل انا علاش غتاجل بركان والرجاء علاش ما عرفتش علاش خصنا نعرفوا الرجاء واش قبلات علاش غتاجل واخا ما خصهاش تقبل الرجاء ما خصهاش لان عندك اكراه ديال البرمجه عندك اكراه ديال المباريات قانونيا راه كيما قال القانون كاين راه كاين حاجه وحده هو الرجاء تقبل عندك اكراه ديال المباريات خصك تلعب خصك لو ماكسيموم ديال المباريات تلعبهم باش تخلي الروتور تلقى يعني تواريخ فين تلعب اما انك تبقى تاجل في الروتور وتزاحم داكشي وتبدا تفرض ما يبقى لا مبدا تكافؤ الفرص في اللعب لا مبدا تكافؤ الفرص بين الانديه اللي كتنافس على الدوري الاحتراف واضحين دابا الجمهور الرجاء ما تحيش بالو هذيك راه فرقه ديال القجع اللي هذا داروا معاه مزيان وبغى ترتاح هذا هو الراي دابا كان الجمهور دابا كرستي الشك حنا ما كنكرسوش ولكن ملي درت هاد القضيه وكاين في ساعه الوقت
ما تحيدش من واحد رجاوي عنده نظريه المؤامره في راسه بان راه داروا معاه مزيان حيت الفرقه ديال القجع. هو لان بحال هاد الاشياء هي اللي كتخليك تفكر ولا كتدفعك تفكر بهذه الطريقه، واخا هو ما يكونش بهذا الشكل هذا، لان انا ما تهضرش غيدير البرمجه يقول اه حيت كيفوز القجع ما هذا بالعكس فوز القجع ديروا داك الشيء اللي كيسلك كره القدم الوطنيه، لان التصور اللي عنده هو ان خاص كره القدم الوطنيه تبان في واحد المستوى، خصوصا عندنا الكان وعندنا لدا وكل شيء كيهضر على هذا والانجاز ديال المنتخب، وكاين اعلام يعني تسليط ضوء كبير على البطوله وعلى يعني الدوري الاحترافي، ناس اخرين كيتسناو كما كنقولوا طايح باش انهم ينتقدوك في كذا. فكاين انا من زعما الناس اللي هما قراب من السي فوزي واللي عنده قال لهم ديروا داكشي اللي غيناسب كره القدم الوطنيه على مستوى البرمجه واللي غيخلينا نكونوا مرتاحين يعني في المباريات ديالنا. فاذا بينا كنتفاجئوا بان الوقت اللي خاص تلعب مثلا مباراه كتجي كتاجل، انا ما بعدا ما لقيتش تفسير علاش غناجل هذا الماتش ولا هذا الرجاء. هذا اللعبه قال لي جاتهم تخلصهم دي يلعبوا مره في 20 يوم ليش؟ راه شحال يجلسوا هذا اللعبه الرجاء عاد يمتى يلعبوا؟ لعبوا السبت راه ماشي غير الرجاء، لعبوا السبت جميع الانديه راه يجلس حتى ما لا نهايه. دابا ما عارف راسو امتى يلعب اصلا. دابا لعب السبت مشى برك مع راساتو اسمح لي ما هادشي ما مفهوم شيء اللي كتاثر على 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 يعني المستوى ديال كره القدم الوطنيه وعلى الدوري الاحترافي. كل عام كنقولوا خصنا نخرجوا بمنتوج افضل وخصنا هذا العام ما يمكنش هذا العام الجاي ثاني تيرات مسدودين دونك باش الناس تعرف هذا العام العام الجاي ما يمكنش، بالعكس غيقدر يكون اكثر لان غيوصلوا لمراحل. ولكن واخا هكاك ما كاينش شي مشكل ديال الملاعب بحال دابا المحمدي راك شتيها تقريبا ثلاثه المقابله برشيد شفنا التيرات ديال مراكش كيولا راه ما بقى في بيت المهم كيلعبوا راه كيما قلتي باش ما تلعبش راه كتلعب الا ما لعبتيش ثلاث لعب الاربع ها طنجة عايشة مأساة ها طنجة اللي عايشة مأساة. وشوف من ناحية يعني الواقع على مستوى التيرانات حنا نتفهموا الامر لان عارفين بان من بعد غتولي عندنا وفره وغتولي كاينه ازمه دابا، ولكن بعد غنستافدوا هنا العامين غنستافدوا وغتولي ما كاينش مشكل ديال التيرانات لا على مستوى التدارب لا على مستوى من دابا كنتكلموا على مثلا الدار البيضاء هاد التيرانات اللي كانوا ميتين ملعب تيسيما ملعب مولاي رشيد ملعب ستاد فيليب ملعب سخور السوداء الولفا كلهم تيرانات اللي غيحياو ميم يعني الوازيس وبن جلون غيجيو يلعبوا فيهم المنتخبات يدربوا وغيسدوهم. ها العربي الزاولي موجود قال لهم لا سيدي نيات ما تلعبوش ما تجيش ما يلعب حتى واحد. احنا ماشي هادشي اللي كنتمناه احنا هذا هو الواقع هذا هو الواقع في كاين هذه الفرص لان مثلا كيجيو احيانا الرجاء والوداد اللي كتجي مثلا الشتاء خصهم تيرانات اخرين فين يترينيو ياخذوا مثلا غيلقاو يلقاو الملعب ديال ستاد فيليب يلقاو واجد يلقاو الملعب مثلا ديال الصخور السوداء واجد يلقاو مثلا الملعب ديال الولفا واجد. خلي ما تخلي ستاد فيليب سيدي محمد لا ما دخلتي ما دخلتي عرفتي فين دخلتي غادي تستغرب وغتقول كيفاش الناس ما مشاتش للحبس كيفاش مصاوب مي خصك تشوف لانكس ديالو بعدا لانكس ديالو عرفتي شنو لانكس ديالو اقسم بالله الا فتي ست العشيه تقدر تدخل ليها غاستاد فيليب اللي خصهم يمشيو عليه لا غاستاد فيليب كارثه عظمى راه ولاو فيه الحجامه والناس كيبيعوا الحوت هادشي اللي ولاو والقهاوي اما الصاد راه ما بقى الصاد راه فيليب يمكن مكتوبه تما ودونور اللي 23 مليار وشنو نقولوا عليه يحتضن المباريات ويحتضن يحتضن راه تخسرت عليه الميزانيه ديال الدوله يحتضن فيليب داروا طوبوكو داروا طوبوكو وداروا البونتوش واحد الحيط بينه وبين البونتوش مترو 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 الملعب مشى ولات ارض ما بقاتش هذيك زحمه كيفاش كتمرض الامور بسهوله وكتخسر المريض بسهوله فاسمح لي عادي شوفوا لعابات في كره المغرب عادي جدا ولكن اللي غيعاني من هذا المركب هو الوداد والرجاء الصراحه منين كيلعبوا الشبس تاع الدونور كيتعدوا سيرتو الوداد هاد فهاد الازمه هادي لان الازمه هادي لان كاين اصلا صغيره ثانيا كيعاونهم الجمهور الصراحه في ستاد دونور اما في ملاعب صغيره ما انا عندي حاجه اخرى سيد دابا شنو منع الماست تستقبل الجيش بالجمهور ما يجيش الجمهور نجيش متفقين شنو منع الماست تستقبل الجيش مع ان الواف لعبات الغد ليها لعبات دابا لعبوا من السبت لحد لعبات الواف بالجمهور كاش مشكل استقبلات الماست ما تستقبلش الجمهور شنو منع
زعما شنو هو الميساج شنو كيف ما اشنو منع الرجاء تلعب بلا جمهور مثلا في العربي الزاوي بلا جمهور صيفطوهم للبرشا خير الرجاء طلبات قالت لا تجيو بلا لعبوا بلا جمهور بس باش الرجاء ما تمشيش للبرشا ما ديرش هذا قال لهم لا لا ما تلعبوش ما يمكنش ما تلعبوش ما زعما شي حاجه تما اسمح لي شوف راه قلناها وعاودنا قلناها سي امين الا كاين مشروع ديال الدوله ديال احتضان كاس افريقيا وراه الدوله تدخل خاص كلشي نخالط فيه الامل هو الخارط فيه كاين ازمه كاين ازمه علينا كاملين راه المتضرر الاكبر هو الانديه راه ما يمكنش تصور الميزانيه اللي غتضر على جد المبلغ الاجمالي غتشوف الجمهور ديال طنجه العريض شحال خسرت طنجه تشوف الرجاء تشوف الوداد تشوف اتحاد طنجه تشوف يعني الماس حتى جاجي ديال الفيفا تشوف الماس تشوف الجيش كلهم عندهم تشوف اسفي كلهم عندهم جمهور كبير يعني كيخلي في الميزانيه ديال الفريق مبالغ مهمه وكتلقى هاد الانديه كلها مضره ولكن مع ذلك كتقلب على تيرانات فين تلعب وتجي انت الامل اللي انت خصك تكون مساهم في هذا وتجي وتقول مثلا الراجل لا ما تلعبش في العربي الزاولي بلا جمهور علاش زعما فاس لا ما تلعبوش دابا تخيل دابا الماسك وكان الجمهور غيخسروا ثلاثه لعبوا ويكلو هو حتى واحد يخدم لا ما كانش عندهم تيران في الاول ما عندهمش تيران راه تدار الضغط ما تخيل هما فاس قالوا لنا الوفد لعب وانتم ما تلعبوش سير المكناس سير الوجدة سير الوجدة سير التازة سير لاي بلاصه قالوا لهم تازة قالوا لهم شوفوا الملعب ديال تازة راه كاين ملعب تازة سير لعبوا فيه باش هذا منطق هذا كاين كره القدم مؤسف صراحه اسمح لي الى غنظموا شي حاجه الكره بغينا ولا ما بغيناش الكره ديال الاجهزه ديال الدوله الى ما كانش هذا الشيء فراه وزاره الداخليه علاش مدخله فيها وزاره الداخليه في شخص الجماعات والمجالس البلديه كتعطي دعم كيجيو المنتخبون ويجيو السلطات وعلاش كيجيو العمده ويستقبل رؤساء الفرقي كيجي الامن حيت هذه مساله ديال الدوله وما يمكنش واش فرقه قالت لكم لعب ويكلو ما نجيبوهاش باش ما نزعموهمش على التيران حيت انا فهمت شنو قال هو هذاك تما في عين السبعه قالوا غير الرجاء يجيو الوداد تما يطلبوا لنا التيران لان التيران كبير وفيه المساحه وهذا غيولوا ويخاف يقولوا الوداد طالبين لي التيران في العصبه حيت الوداد تقد بلاصه لمراكش علاش لا ما ندير 20000 بلاصه العربي الزاولي مثلا اسمح لي هذا ماشي فكر الا بغينا شي حاجه فخص كيف ما في اكادير دخل عزيز اخنوش رئيس الحكومه الشخصيه بصفته هو العمده ديال المدينه دخل شخصيا مع الحسنيه حتى هنا خص يدخلوا الناس شخصيا ولا هو يدخل شخصيا ويشوفوا شنو يديروا في هذا الشيء هذا لان هادشي ولا لعبات وتا حنا مابقيناش لاقين كيفاش نجاوبوا الجمهور لان انا ماشي صحفي سياسي ما عنديش ذاك الترابطات السياسيه والمسؤولين تيتحرجوا يدوا معك في هذا الشيء اش غايقول لك؟ عنده ما يقول لك يقولك لا مبغاش الامن راه حشومه في الدوله ديالنا نقولوا مبغاش الامن خاف واش الامن ديالنا غيخاف لا ماشي خاف ما عرفتش وراه هذا هو التفسير اللي كيتعطى ما بغيناش يعني نوجهوا اتهامات ولا نقولوا شي حاجه هذا ماشي اتهامات هذا هو التفسير اللي كيتعطى مناش غتخاف انت راك انت الامن المفروض انك توفر الامن راه انت هو اللي كنلجؤوا لك انت باش توفر لنا حنا الامن دونك الا انت خفتي من غنلجؤوا حنا اشنو نديروا زعما اشنو نديروا ودابا نقولوا في كازا فاس مناش يخاف جمهور الماس بحال كازا بحال فاس بحال شوف كاين القانون كاين الامن كاين قانون انك غتلعب ويكلو انا بغيت نلعب ويكلو دونك غادي توفر المسائل اللي غتخليك انك يعني مباراه دوز في واحد الاجواء ديال الويكلو ما غيجي لها جمهور لا حتى شي حاجه وغدوز المباراه ديالك وغادي تمشي باش انك تمنع فريق انه يلعب في تيران وفي مدينته وتصيفطو على هذا الامن ديال برشيد اللي استقبل منه ماشي امن ماشي امن علاش زعما خدا الانسياسي انه يتلعب بالجمهور والامن مراكش ايوا ماشي معقول اسمح ماشي معقول ماشي ما خدامش كرة القدم ما يمكنش لها تمشى بهالطريقة هذه وما هادشي ما خدامش ملي تولي الماس لعبة ماتش عادي جدا مع الجيش خاسرة ثلاثة ما كاينش جمهور ما كاين والوافد غدي تلعب بالجمهور والراجا بلا جمهور تقول لي لا وإذا خصها تمشي تقلب على تيرانات وهاد طنجة هادي رابت كاع ها ولا الرئيس كيتسنى فلوس من الفيفا ما بقوة ما ولا عايش في الأحلام وقيلة ولا علي نرجعوا للكرة وكرويا شكون أحسن فريق شتي لحد الساعة سي حسن بطولة نقول لك الجيش صراحة الجيش فريق الجيش الملكي هو اللي رغم انه تقصى من الشامبيونز ليغ
وتامن من لاكاف، ولكن لاكاف حتى ما دارتش نعم، ماشي اللي كيتقصى يدخل لاكاف ما دارتش. دونك فوالا، دونك يمكن هذا هو الفريق هو اللي بان ليا زعما عنده واقف عنده عناصر في المستوى. تاسفي كيدير مقابلات مزيانين، وشي اللي بان ليا بعد المقابلات ديال في الاول ديال الوداد وديال الرجاء، بعد المقابلات كتشوف ديك نص ساعه مزيانه، ولكن الجيش ديال اللي تنافس على البطوله وبركان، نسيت نهضة بركان لان عندهم رصيد البشري، بركان اللي فيكتيف ديال في مستوى عالي، واللاعبين اللي كيسوا الفلوس، ماشي دوك اللاعبين اللي سال لهم العقود ديالهم، وماشي غير ليكيب بريمير حتى او نيفو دي جون. السنه الماضيه بركان من احسن الانديه، لا في اي 19 لا في اي 17 لا في اي 15، وعرفتي السونتر ديالهم تبارك الله في مستوى عالي، وخاصه جابوا مدربين صغار اللي هو الكرما وكذلك رفيق عبد الصمد وعزيز. فان شاء الله انا اللي كنتمنى لبركان هو نشوفهم في تشامبيونز ليغ، لان خصهم يدوزوا من البطوله، يدوز البطوله دونك تكلاسو بروميي ولا دوزيام. دونك هاد السنه بانوا لي هما والجيش، هما اللي بانوا لي الانديه اللي يقدروا ينافسوا على البطوله. سي حسن سمحتي نسولك على رايك في الوداد بعد هاد يعني اللغط اللي بغيتي تقول وهاد المستوى اللي ضربي، شنو كيبان لك فين كيبان لك انت مثلا يعني تقييمك، وفين كيبان لك الخلل مثلا في هاد الباساج اللي داز منه الوداد؟ يمكن الوداد يمكن اولا تغير المدربين، دونك تغير المدربين هو اللي كيأثر بشكل كبير، وكذلك جلب اللاعبين، لانه ما نساوش من بعد وليد الركراكي اللي يمكن لو سول اللي لعب بلا انتدابات، لانه كان الوداد ممنوع من الانتدابات، ومن بعد كيداروا انتدابات هكاك عشوائيين، ما كاينش زعما شي حال داكشي ماشي مقنن، مثلا اشنو خصنا اشنو هاد اللعاب راه مزيان، هذا مزيان كتجيب اربعه ولا خمسه، ومنين كدور كتلقاهم راه كيلعبوا بوست واحد. شي حاجه ما عاد يجي وصافي شي حاجه فوالا. دونك هاد السنه هادي داروا دي ريكروتمون اللي مزيانين، داروا بعض الانتدابات اللي مزيانين، ولكن في قلب هجوم منين مشى بنزا يمكن كان بانيكيو خدام ديك الحلقه ديال الحلقه فوالا. دونك حيت الوداد اهم حاجه عنده هو قلب هجوم، لانه كيلعب لك تلعب تظاهرات كبيره وباش تجيب اموال، ما يمكنش تجيب لاعب اللي تسنى حتى يسالي العقد ديالو، ولا لاعب ديال ولا في الميركاتو مثلا. الان دابا كنقولوا الجماهير كتطالب المكتب باش يجيب انتدابات، اش غنلقاو في هذا الميركاتو؟ كتلقى لاعب عنده مشاكل مع فرقته، ولا شي لاعبين اللي ماشي عاديين وعاديين جدا. فالوداد كان ديما اول لاعب كتفكر فيه هو قلب الهجوم، لان كان ناظر، كان موساندا، وكان كان 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 فرتوت، كان هذا كان هذا كان هذا، كان بينزا، كان فابريس اونداما، ومن بعد كان إيفونا من بعد كتجيب مهاجم اللي كيسجل اصابه في ثلاثه ديال المقابلات ولا في اربعه ديال المقابلات، هنا ما يمكنش لك. وكتجيب الاكثريه ديال اللاعبين كلهم كيلعبوا اجنحه، حتى ولاو كيخلقوا لك مشاكل لا في البونتوش ولا في التداريب، كل بوست مثلا اكسونتري دروا وغوش كاينين ثلاثه هنا واربعه هنا، راه كتعرفوا السميات ديالهم، ومنين كيكونوا عندك اللاعبين بنفس المستوى كتخلق لك كيخلق لك مشاكل في البونتوش. دونك وفي قلب هجوم ما كاينش، بعد خلاص كتولي تلعب واحد كيلعب اكسونتري كتلعب او بوانت، دونك هذا هو المشاكل. ودابا حتى الدفاع جبنا تقريبا خمسه ولا سته ديال المدافعين، وكل خطره كتخسر الفرقه، كل خسر كيدخل هاد لابير، مره هذا مع هذا، مره هذا مع هذا، بحال كان فهمتي كنجربوا، ولا بحال كندير مقابلات تدريبيه مثلا، دير ابو الفتح مع هذا، دير هذا، دير مع هذا، دير مع هذا، راك شتي كاع التشكيله، ما عمرك شي تشكيله قاره اللي المدرب يخليه يلعب بها تقريبا واحد اربعه ولا خمسه ديال المقابلات. اوكي، انا جاني واحد المساله بان الوداد بغات بطريقه ما تعاود تجربه ديال الكراكي صحه، يعني خصها ذاك البروفيل بطريقه ما،
هنا باش نفكر انا وداد نجيب اولا سيد مشيو لكازا يعني ما تيفهمش كاع لونطورا ديال كازا. نقدر نقاطعك ونكونفيرمي لك هذا الشيء، راه عندك الحق، راه تيلمو كاع واحد مدري ما عرف ما عمرو ما عرفو شي واحد جابوه راه حيت ما عندوش الشعر مع هذاك النفطي اكزاكتوم راه ما عنده حتى علاقه، انا ما راه كنا باقي كيلعب كاع وجابوه قال لك لا البروفيل ديال ديال لا بالعكس قال البروفيل ديال الركراكي قال صاحبو قال صاحبو راه صاحبو راه دابا لصقو قال لك الركراكي هو اللي جابو كاع والبروفيل ديال سميتو هو اللي تبرع منه لا لا انا باش يبان لك بانه بعد خطرات راه فكروا فكروا واحد شويه افكروا ما ديروا لا ريكريتمون ما ديروا والو ولا لاحظتي من 2014 الان ديك لا جينيراسيون اللي طلعت ما كاين حتى واحد راه قلت لك ما حد ما عندكش لا روليف في 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 ليسبوار ولا في جينيور راه ما تعولش على شي حاجه شي حاجه ماشي هي هذيك ها واحد لاعب دابا راه كيلعب في الراجا ذاك اللاعب ديال نسيت كاع سميتو كان لعب في محمديه وكان في الطاس راه كيلعب دابا تيتولير في الراجا زيلا زيلا كان عندنا كان في الوداد كان عندنا في الوداد توعد بقى عام هو جالس شتو توعد ما داواش فيه كاع كيجي تريني الراس مسكين مشى فتح وكيجي تريني ما داواش فيه كاع فاش زيد وراه 97 شحال عنده دابا الله عنده دابا 23 عام ولا 24 ولا 25 عام مستوى عالي وعالي جدا انا كيبان لك بانه خصنا نعطيو اهميه راه عندنا دابا الوداد اللي كدي تشامبيونز ليغ وكتلعب ديما الادوار الطرائعيه وما كتفكرش في اون باراليل ما كتفكرش في لي جون واش خلينا الفرق الاخرين مساكن اللي كيلعبوا على الطيوح ولا كيلعبوا على وسط هذوك راه غيكونوا الوداد دخلنا حنا فهادشي دخلنا كثار من دوك الانديه اللي كطيح ما كاين حتى حاجه كاع ولكن هذا المشكل السي حسن ديما مطروح في الوداد ديما مطروح هذا المشكل ديال لي جون اشنو هو بالضبط واش ما كاينش الاهتمام كاينش الاهتمام ولا ما كاينش يعني لا كاليتي ولا اشنو اللي لان انت عشتي معاه انت كنتي العام اللي فات مدير تقني يعني عندك علم معطيات اشنو كاين كيفاش تكون عندك لا كاليتي وانت ما كتوفر لهم حتى حاجه السي محمد راه انا راه كنبر كيجي عندي الدري عنده 21 كيقول لي اعطيني شي 1000 فرانك قسما بالله اعطيني باش نمشي اي سبوار اي 21 سينيور قول هذاك سينيور هذا سينيور قلت لك حيت اي 21 هما اسبوار سينيور سينيور وكيلعبوا هوات يمكن نعطيهم حتى شي حاجه كيفاش بغيتي تخدم راه ما يمكنش لك وين كنتي كتجي الوداد الاج اسبوار اتونسيون كان معك في ليكيب ناسيونال وكان هذاك ما موقعش مع اولمبيك خريبكا هذاك راه كنت كدير معك لي بلاطو وكان جا هو وكان ذاك خو بودن من بعد واحد وكان عطيه الله الاول لك ديال الواف وكان هادوك مع تلاقاو مع بن شرقي مع اون نجم باقي صغير مع داروا جينيراسيون طولات في الوداد كان صلاح السعيدي باقي صغير وهذيك جينيراسيون خدمات في الوداد راه كما قال سي حسن دابا الوداد ما عندناش علاش تكا راه ما كاينش دابا انا على سؤال سي حسن لان زعما كنهضروا بلغه واضحه لان كاين يعني لاعبين قدماء كيحملوا زملاء ديالهم لاعبين القدماء المسؤوليه كيقول لك هادو دازوا في الوداد صافي خصهم ما يبقاوش يدوزوا خاص يجيو وحدين اخرين اللي ما عمرهم خدموا يجيو يخدموا واش المشكل في الوداد دابا يمشي ولا المشكل في المؤطر ولا المشكل في اللاعبين ولا المشكل في المسير وفي المشكل في هادو اللي كيهضروا دابا كاع المشكل في كل شيء لاعب شنو هو لاعب ماشي انا ما كنقولش لاعب قديم قول لي لاعب سابق سير تكونها الوداد راه كاينه دابا هادو كيبغيو الوداد اللي هاك ملي كنكون انا ديريكتور تكنيك وانا دابا ما كاينش خدمتو الخدمه سير كل واحد يمشي يخدم شي بلاصه اخرى شنو هو لاعب سابق ما عندك حتى تورنوا ديال انتيفي راه ما عندكش في الوداد الا كنتي لاعب سابق اش ديتي في الوداد هاد ستيمن الوداد لعبتي فيها لاعب سابق خصك كما قال السي عبد الرزاق الله يرحمه كنا كنهضروا مره كنا كنريحوا كنهضروا على الجيبيلي مينيموم 10 سنين في ليكيب بريمير قال لك هادو هما من كندير انا كندير التكريب مينيموم 10 سنين وانت لعبتي دو ماتش ولا لعبتي ماتش وبغيتي تخدم في الوداد سير خدم بلاصه اخرى وشي شد السنيور انت كاع ديال الوداد وشنو هو المشكل واش فهمتي ولا ما فهمتيش شي في التدريب ما فيه لا ولد الوداد ولا ولد انا راه كلهم الكفاءة الله يرحمه
والكفاءة دابا اكتيال ما تقدرش تيرمينا راه مشى للوداد بارمي لي ميورون كادر لي زونترينور اللي كاينين ديال لي جون هو راه بدر قادوري ما دوش ما فاتش كان جور ما فاتش كان جور تيرمينا جات رينا بايدي زناف جات رينا عطي ديك ديال لبات ما صبح مشى بحالاتو قال لك ما كاين والو واش هاد ما كاين والو شنو هي ما كاين ما كيديروا تيست لا والو ما كيديروا لا تيست ما كاين والو ما كاينش تيران ما كاينش لي بلون ما كاينش كره ما كاينش راه ما فهمتش ما كاينش لا كونترا ما كاين لا فلوس لا والو سي محمد راه باينه علاش غيمشي تيرمينا تيرمينا موالف مع الراكي كاينه كونترا يعني ما كاينش القيمه بعدا للمدرب باش هو يشتغل في ظروف مواتيه هادشي اللي بغيت نفهم باش اللي كاين راه قلت لك راه شوف راه اخر واحد كان خدام في لي جون وكانت ايامات اكرم وكان السي سعيد كان بريمي فيس بريزيدون وكان هو مقابل لي جون وخدمت مع انا ديريكتور تكنيك كان داك الشيء داك مستوى عالي وكان ديك الساعه السي محمد كانت رئيس لجنه الشباب ما بقاش دابا عمرك سمعتي شي فرقه دابا قال لك راه عندها رئيس ولا شي ما كاينش الرئيس دابا هو اللي مكلف كل شيء ديريكتور تكنيك واش كاين ولا ما كاينش وصافي وخدامين وكان حميد التصيلي كان هو حسني العناميل باش نقولوا حسني حميد حسني كان شاد لي جون قلت عليه ديبلاسمون كانت بغات كانت هشام خليفي واحد لقيتها فيها كانت هشام خليفي داك الشيء مستوى عالي دونك توجد راه كاين الطاقات ولكن راه كيبقاو شويه نعطيك حاجه مهمه كاين ان جون دابا عنده 13 عام نجيبو لك سولو قول لي شحال من فرقه لعبتي 13 عام شي سبعه الفراق هادشي ولا مشكل في المغرب قسما بالله الى سبعه الفراق هذا عنده 13 عام يقول لك مشيت هنا ما الدافية حتى واحد مشيت هنا مشيت معك ترو دابا هاد لي زاكاديمي وداك الشيء حيت ما عندهم لا سينياتور لا والو كيمشي هنا حتى كيطيح في شي بلاصه وهذا عنده 13 عام كيفاش بغيتي مسكين يكمل هاد الكره كيجي لهاد الفرقه ما كيلقى حتى حاجه كيمشي هنا كيدور حتى كيدوخ كاع كيقول بلاش ما بقاش داك الشيء ديال الاهميه لي جو ما كاينش باش يقول لك شي واحد سيرتو الانديه الكبيره راه خاصها هي باراليل مع كيدخلوا فلوس وداك الشيء تخلي الحمد لله دابا هاد لي زيكول عرفتي شحال كيدخلوا هذاك العام راه كملنا ب 1752 واحد اللي تقيل في الوداد في 1752 مدرسه مورا لا كوب دي موند قبل لا كوب دي موند كانت 600 مورا لا كوب دي موند 1752 كاينين البينيفو كاينين دوك اللي ما بحالهمش ما كيخلصوش وداك 1752 اشنو لقاو دوك فين اشنو لقاو دوك 1752 ما كاين كيجيو كيترينيو كيمشيو بحالهم راه مدخلين فلوس ماشي للاسف انا في الوقت اللي ما كانش يعني هو خصو يكون الاهتمام بالمؤطر هو الاول باش بيان سي هذاك المؤطر راه عايش بديك الخدمه راه ملي كتقول اكس جوار راه مسكين راه تا هو عايش بداك الساعه خصو لا فان ديمو خصو يتخلص راه ماشي اش غيبقى يجي تريني بالدراري ويمشي بحالاته وما يتخلص راه ما يمكنش يعني هادو اللي كيتكلموا كيقول لك باغي يخدموا في الوداد يجيو يخدموا يشوفوا الظروف ويقولوا شنو كان كاين كاين بزاف كيمارسوا الشعبويه كيمارسوا الشعبويه لان احيانا كيبقى كيحس في النفس ديالك ها هو اكس جوار مع اكس جوار وسي حسن داز في ظروف اللي راه ربما كان معايا في حلقه في راديو مرس وتكلم راه تقريبا ما عقلتش واش قال 8 شهور ولا 9 شهور بلا سالير 8 شهور ومع ذلك كمل العمل ديالو فواش غيقبل على هذا اللي كيقول اجدار بن عبيشه غيقبل على راسه انه يجي وما يتخلصش 8 شهور غير باش يفهموا الوضع كيفاش داير لان كيسحبوا احيانا سهله هادو دازو مشاو مع طوالو يجيو وحدين اخرين ولكن واش كانت ظروف العمل باش لا نحاسبوا المدير التقني ونحاسبوا الاطر التقنيه على اشنو دير واشنو ما دير اشنو غادي يجي يقول انا لهذا ملي غيقول لي انا راه 8 شهور ما مخلص اشنو غنقول له لا هو دابا بعد كاين دي زونسيان دي اكس جوار اللي كيتصحابهم راه دايرين نوبه اسيدي راه ما كنمشيو عند حد ما كندقوا على حد راه الناس كيعيطوا لينا كنجيو كيبان داك الشيء ماشي هو هذا كنمشيو بحالنا وسير انت ريح في الدار انت كاع مشيت عيط لهم راه ما غيعيطوش لك راه كل واحد سي محمد راه نتوما كل واحد وكاين التاريخ ديالو اشنو دار اشنو ما دارش اشنو دار اشنو ما دارش دابا كنهضر على الحلقه اللي فاتت راه واحد السيد كان معاكم هنايا وقال لك فلان ما عندوش
مرحوبي قال بان بن عبي هشام بن عبي هشام ما عندوش شخصيه وداك الشيء وانا راه ما نصاب ما كندور في القهوي بالليل ما كان راه عندي عائلتي ومربي وكل شيء واش انا كنعيط لشي واحد باش نخدم شنو هي الشخصيه شنو هي راه يمكن راه هي اللي عندي راه الا ما عيطش لي هذا ما كنمشي عند حد الا ما عيطاش لي فرقه ما كنمشيش ندق باش نخدم اللي قال بي انك انت عن عين تقنيه لا لا شوف 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 انا داك اللي قال ما قالش انا ما شوف شوف انا 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 شوف جاوب على راسك انا امين صار الشهاده لله كان كيتكلم بحرقه على الوداد لا لا شوف ولكن وجه انتقادات لا لا شوف شوف تفضل سي عادل اسمح لي لا بقا تجاوب على راسك تجاوب على راسك من حقك سي عادل الله كمل 60 عام شوف الله يطول في عمرك الله يحفظك الشيء هذوك هذاك الشيء اللي قلت 60 عام وتلعب معنا حنا وكتكرفصنا شهاده لله راك باقي تكرفصنا في غير باش بلاديك ديال الحرقه ديال الوداد راه هذه شوف كنقسم لك بالله الا الشيء هذو كاع اللي يلعبوا في الوداد الا عندي السكانير ديالهم كاملين كتقول لك عندي الشوفه عندي الشوفه ديال الكواريا ولا لا عندي حتى ديال اللي قلبوك حلو ما مزيانش والله الا عندي كنعرفهم بواحد بواحد هاد امينه اشنو بغا ما كنخدمش انا ما كنخدمش انا دابا ما بقيتش في الوداد ياك خدم كيقول لك عنده ما عندوش شخصيه شنو هي الشخصيه بعدا بغيت نعرف الشخصيه بعدا راه يمكن راه هي اللي كنكتب انا المفهوم بعدا باش المفهوم قال لك تعطاته فرصه اشنو دار انت تعطاتك فرصه جونيور ومشيتي للصفاقس ودوزتي سيمانه ومشيتي لمعيضر بقيتي وما لعبتيش كاع ما سينيتيش كاع وجيتي ولعبتي في الراك وما تبقي لا الريجي ولا هذا هو التاريخ ديالك اش من تاريخ شتي انا اعطيني حيت بالماريس ديال كل واحد باين اشنو درتي كلاعب واشنو درتي كمؤطر وان فينال ما باش تقول لي شخصيه ولا ما شخصيه ولا تعطاتك الفرصه تير الويده ياك انت باغي تخدم في الويده تير الويده واش غندير لك انا اصلا بالنسبه انا طرحت معك السي حسن هذه النقطه لان سمعتها بزاف ماشي غير سي امين سمعتها بزاف المرات وكتبان بحال ولات الويده خاصها يمشي واحد ويجي واحد ماشي شكون هو الاصلح مثلا لهذه الفئه شكون هو الاصلح لهذه الفئه شكون هو مثلا اللي سبق ليه انت دابا شوف هما دابا كاع ياك حنا ديزون حنا كاع واش حنا شادين الوداد الوداد راه ديال ماليه حنا لعبنا في الوداد وخدمنا في الوداد منين شتي دابا راه انتم عايشين معايا راه كنمشي في حالاتي كدوز واحد عامين كيقول لك اجي تخدم معنا كنرجع كنمشي عاوتاني كيبان لي داك الشيء ماشي هو داك كنمشي ما كانش جبت صداع مع حتى واحد سيروا خدموا راه الوداد سيروا خدمه راه الوداد راه هما خدموا جابين الناس براني والله ما كنعرف شي واحد فيهم يلا كنعرف داك الطالبي وكنعرف مديحي وسعيد الركبي هو اللي سمعت خدام هو اللي سميه الاخرين والله ما كنعرف هذوك بيت ستات انا والله ما عرفوش كاين سيروا خدموا راه الوداد كاين ما كاين لا ديريكتور تكنيك لا والو سيروا خدموا دابا انا عارفهم دابا كيقولوا ملي كنكون تماك انا خصني نخدم راه هذاك العام راه خدموا ولاد الوداد هما حيدوا كل شيء راه هما اللي مسؤولين على الوداد ماشي انا مشيت في حالاتي ما عرف حتى واحد واش عمرك شي مدير تقني كيدير عام انا راه داروا لي كونترا ديال 4 سنين ومشيت في 10 شهور مشيت في حالاتي يعني مخلص شهرين في 10 شهور ما جرى عليا شي واحد والله ما قال لي شي واحد شي حاجه حيت ما بان لي داك الشيء ماشي هو هذاك بقى هو اللي واضح السي حسن بانه باش الانسان عاوتاني ما يضيعش الوقت معاه في الوداد وداد سعيد الناصري في الاول وي كان كيحافظ شويه على ولاد الوداد من بعدها ولا كيامن بالفريق الاول يعني يجيب اللاعب الجاهز يمشي يدير ليماج في الفريق الاول ولي جون الله يعاونهم براسهم السي حسن اذا سمحت اولا كنظن انا هو هذا هو التحليل ديالي للمنطق ديال السي حسن هذاك هو هذاك ولا ماشي تحليل هذا راه هو الواقع كاع كان في الاول كي هذا ملي كانوا دراري كان انا صراحه ما زعما ما عنديش ارتباط كبير بالمسؤولين ديال الوداد في العلاقات كاين الناس اللي عندي بهم ولكن اشخاص اخرين كنظن بان كاين شي واحد اللي هو مسؤول على لي جون لا ما كاينش كنسمع بان كاين شي واحد هو اللي مسؤول على لي جون عنده علاقه يعني بالمكتب ولا ربما عضو في المكتب عنده ارتباط بلي جون هو اللي مكلف بلي جون هو اللي مثلا كيصرف كيف ما كيقولوا على لي جون هذا واش هذا الشيء كاين في الوداد ولا ما كاينش انا ما نكذبش عليك مصطفى شكون مصطفى ملوكي
اييه هو اللي هادشي اللي كنسمع ما عرفتش هادشي حقيقي ولا لا كنت عارفه في البوكس ابري بالنسبه للمكتب المدير واش عنده علاقه بليجون الله اعلم هو كتجبد ليجون كتجبد الملوكي بانه مشرف عليه مدرسه مدرسه وليكول راه هو اللي خدام دابا راه هو اللي كاين كاين ملوكي هو اللي كاين جاب الله هو اللي بعدا راه كاين راه واقف تما بعدا شي حاجه لا ولكن جاج مدرسه وليكول ولا ليجون لا ليجون وليكول ليجون وليكول ولكن راه ما يمكنش حنا مشينا على اساس الجامعه هي اللي غتخلص حيت عيطوا لينا حيت راه ما يمكنش عيطوا لكم في هذا المشروع الجديد اللي كان ديال العام اللي فات تا بدينا وداك الشيء قال لك لا الجامعه حتى العام الجاي وراه حنا راه كما قلت لك راه كبرنا في الوداد يعني الوداد اللي خصها تحمل المسؤوليه وهضرنا مع البريزيدون كيقول لك صافي 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 تخلصنا في شهرين ومن بعد صافي ما بقاش داك الشيء هذاك ومشيت بحال باش نرجع معك ليكيب ا دابا ليكيب ا كل شافها لعبها غدا مع توارقه عندي احساس بان كان شويه ديال التسرع في التعاقد مع علي رمزي بغض النظر على واش مزيان ولا مزيانش ما كنهضرش على بالي صعيب اول تجربه كمدرب الوداد سهله ورا دابا ترى هاد الجروب كتعرفو مزيان لا تعرف ملي كتهضر ملي كنهضروا على الانتدابات وكنهضروا انتدابات في كل شيء ماشي في اللاعبين دابا الوداد الوداد مورا الركراكي مورا الركراكي جبتي عموته ديجا دا تشامبيونز ليغ دا هذا ما نهضروش عليها موراه جبتي داك التونسي النفطي موراه غاريدو اش دا غاريدو دا فلوس مع راسه دا كاف مع الراجل كاف مع الراجل وكاف مع اهلي انا كنقول لكم ديما مابقاش حسبوا لي لا كاف المهم داها وصافي ما الله كاف ربع القطرات دمي فينا كيسالي بسبعه لجوج شوف تشامبيونز ليغ شامبيون موراها شكون جاب عاوتاني زفين عاوتاني شكون سميتو اللي كان وانت درتي ماتش اللي كان مع اوسكار لا قبل كنقول لك قاعد سنين هادو اللي دايزين ما عندهم حتى حاجه جامودي ما عندهم حتى حاجه جبتي هذا اللي كان مع الجيش اشنو دار؟ زفين هو زفين اشنو دار؟ تخاصم مع اللاعبين لا خرج على تونس تخاصم مع السعوديه ف لا الا غنجيب الوداد غنجيب شي واحد عنده باليزه ديال لي تيتر فين ياك بغيتي تجيب بغيتي الالقاب شكون اللي كيدي الالقاب بغيتي مكون جيب اللي كيكون بغيتي شي حاجه اخرى جيب شي حاجه اخرى ولكن السي حسن وان كان دائما غنرجعوا نقولوا بان الناصري هو اللي كيختار المدربين وهو توج بالالقاب واش بعدا شكون اللي خصو يختار المدرب هذا البروفيل ديال المدرب هذا المدرب اللي هو متوج بالالقاب اللي كتكلم عليه ولا البروفيل الاصلح مثلا للوداد شكون خصو يختاروا بعدا منين الرئيس كيختار يختاروا حتى هو راه كاين دي كونسيي ديالو راه كاين دي زاجون شوف راه السيفي ديال كل واحد واش ملي غنجيب لك سي محمد نجيب لك مدرب وما غتعرفوش انت بان دا تشامبيونز ليغ هنا ودا هنا ودا هنا رونار نهار جابوا المغرب راه دا دو كوب دافريك واش غيقول لهم شي واحد غيقول البريزيدون سي فوزي غيقول له لا جبتي رونار كل شيء قال امين راه جاب واحد دا كوب دافريك فينال علاش داروا الركراكي راه دا تشامبيونز ليغ ودا الشامبيونا وكان غيدي كابقى فينال ديال كاس العرش والسوبر تا هو واش فهمتي ولا راه شوف اللي كيدي التيترات ملي كتجيب لي هذاك اللي كان ذاك البل سميتو الوحيد واحد من 97 مع الرجاء ما دا حتى حاجه دا تشامبيونز ليغ مع الرجاء وجبناه ولكن تركنا الموقف دغيا قبل من لاكوب ديمون دونك بالنسبه لك الوداد ما كيصلحش لهذا الشيء ديال الديبار ولا خص المدرب عنده ثقافه معينه معروفه بلاتي واش ملي كان كيجي البنزرتي واش كاين شي واحد كيهضر لا هذا البنزرتي لا يناقش انا كنت شحال من كندخل معاه في الدقيقه نقول له البنزرتي لا يناقش راجل بعقله راجل كبير فين ما مشى واخا ما كيطولش وداك الشيء ولكن دار بطوله في نجم صحيح مع نجم صحيح لا ما كديرش شامبيونه مع الوداد وصل لا فينالو واش ما فهمتيش وقيلا الدومي فينال ديال لا كوب دي ترون ولا كوب دي ترون ما ديناش حتى فراديس هو اللي كان ياك فضيحه فراديس هو اللي كان اللي كان الدومي فينال من بعد اللي كان ومن بعد في الدومي فينال مع تطوان في بينانتيات خسر في كاس العرش كان غادي زعما هذا بغا يتناقش سي محمد وانت جبتي لي كتجيب لي واحد فين كان ها شي واحد الله راه شي عادي وعادي جدا
وهذا الشيء راه كتبقى في الفينال وكت الشامبيونات الاخر. وإلا جبتي شي واحد اللي عنده هاد الاكسبيريونس هذا راه تدي كاع اللي تيدير. وانا ما كنهضر والله ما كنهضر على ليفيكتيف. ليفيكتيف راه من 2014 منين جا البريزيدون هو ليفيكتيف ديما مزيان. لا عندي واحد الاحساس بان نقصت شويه لا كاليتي في الميليو تيران في الوداد. شي لا لي داتاك شي هذوك الجوج تكون الوداد مرتاحه ديري راه يماركيو هذوك الجوج يقدروا يمكن في الشامبيونز ليغ يماركيو. ولكن في الميليو تيران بعد خرج الحسوني وخرج داك الجعدي وخرج والد كرتي وما تعوضوش بشي لعبه في المستوى. راه شوف راه منين المقابله الاولى راه قلت لك كيما الخسران راه كيجار الخسران. المقابله الاولى هذا هو اللي كيقول لك المونترينور عنده ليكسبيريونس. حيت انت جيتي في الاول بديتي مع هاد ليفيكتيف كتخدم مثلا نهضروا على الميليو تيران كتلعب 4 3 3 باش كتلعب كتلعب دوك ثلاثه كتقولوا هادو مزيان وكتلعبهم الماتش الاول. ما كتمشاش معاك في الماتش الاول كتبدلهم في الماتش الثاني. ما كتبدلش معاك في الماتش الثاني كتعاود ترجع في انت وليتي انت ديجا بعدا كمدرب اللي خصو يكون ثابت ويكون يكون كونفيون وليتي كتبانيكي واش تخلي لهاد اللعابات واش ما فهمتيش دونك هذا هو اللي كاين. هذه داخله في التجربه ديالو داخله في التجربه. راه اش نقول لك انا البنزرتي راه كيدير شي حاجه بحال اوسكار الله يرحمه. اوسكار راه كيريح بحال هكا كاع واحد راه خدمت معاه. نقول لك واحد نقسم عليك بالله الى نهار الماتش نهار الخميس نقول لك تجيك غريبه كيلعب ليفيكتيف كامل سوا 15 مع 15 سوا 14 اللي كاين كونسيرفاسيون دو بان كاين مري كيريح بونتوش كيريح كيعيط عليك كيقول لي اش انا اش بالك نخرجوا هذاك وندخلوا هذاك ونقول ما كيعيش الماتش في البونتوش لي زونطريمون داك الشيء ما كيجيش كاع هو والله ما كيجي. كنمشي للبحر انا معاهم نمشيو للغابه انا معاهم يلاه الجمعه كيقول لي خليكم الصلاه ديالكم ما كنترينيوش كيجي السبت كنحيدوا هذا هو عنده تجربه. راه في لافريك راك عرفتي اوسكار لو ميور البنزرتي راه لا ميم شوز بغيتي تجيب الوداد البنزرتي كيخدم لي بالاغيتي كان عنده الانترناتيف ملي كتكون الوداد كتماركي كيكون خدام لي بالاغيتي البنزرتي لا سول اول خطره في العهد ديالو اول خطره كنشوف الوداد كتضيع عليهم الكره والله حتى كيريكوبيريها في المناطق الهجوميه والله ما كتفوت دو سيكون قسما بالله كيريكوبيري الفوق 2017 تماك ديريكت كنت كنتفرج فيه في لي زونطريمون ديال سي تو اي تاكتيك سي تاكتيك حتى اللعبه كيعرفوا يلعبوا. دونك شنو هو المشكل اللي عند اللعبه سي سي نيفو تاكتيك كيخشتغل شويه ومع راساتو ابني كيريح بونتوش كيبان لك اللعب كيبان لك شي حاجه. رونار منين حيد من ليكيب ناسيونال حتى هو هذه ديال لا ريكوبيراسيون في 10 سكوند راه كان كيطير كي فيها كانت عنده شخصيه كبيره كانت شخصيه كبيره. اما الاخر هذاك واحد ماشي كنهضروا فيه ما كنهضرش مدربين ولكن راه شفنا هذاك لاكان حتى حاجه ما بقى عندنا دفاع مزيان ما بقى عندنا الوسط مزيان ما بقى عندنا هجوم كنهرس ومنطلق ترضي عليك. دونك هذا هو اللي جيب اونترينور شامبيون اونترينور هذوك اللعابه راه دي شامبيون راه الاكثريه داو تشامبيونز ليغ داو تشامبيون هذا اللي كاينين دابا. دونك تكون تشاور معك مثلا مثال بغض النظر دابا الصحبه عادي الله يعاون يقدر يولي مشروع مدرب كبير من المستقبل كنت تشاور معك سعيد ناصر وعطاك ثلاثه تسميات بينهم علي الرمزي ما كنتيش تختار علي الرمزي ولا كنت تختار لا نعاود لك السؤال واش تكون تشاور معك وقال لك وعطاك ثلاثه تسميات وبينهم علي الرمزي لا مدرب مزيان ولكن باقي صاير الله جاي وما دربش ما عمره ما درب في المغرب راه هذا هو ما عمره ما درب في لافريك كاع يمكن كان بي اس بي دوزيام ايكيب ديال بي اس بي سيتو راه بان داك الشيء بان في سميتو في كوبا راب ياك بدا بكوبا راب ياليه واش كوبا راب ما دزناش بريمي تور مع السد ومع مع 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 ليبيا على ذاك الاهلي الليبي ومع كاين شي والهلال كان الهلال كانت الهلال كومون والهلال كيفاش الهلال كوميم؟ الهلال حنا راه الوداد واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ دونك بادي بان بادي داك الشيء من او ديبار كيما قلت لك اونترينور الوداد كتلعب على لي تيتر نجيب اونترينور اللي كيدي لي تيتر وما عمرو ما غيعاتبو شي واحد وباش نخرج انا كاع من باب واسع يجيب مدرب كتسالي الشامبيونه في جوا ولا في جويه ولا سميتو ريكريتمون اجي مدرب
لا تحمل مسؤوليتك. هو هذا المدرب اللي قلت لك عنده لي تيتر وداك الشيء راه يكون في لافريك، يكون كيعرف اللعابه ديال انغولا، يجيب لك شي اتاكوم من انغولا، يتحمل المسؤوليه ديالو، وكتبقى انت راه ما كيلومك حتى شي واحد. ودابا راه كلشي اللوم كيقول لك لي ريكريتمون ماشي هما هذوك، راه كاينين دي ريكريتمون اللي مزيانين بزاف كاع، ولكن اسا مارش با ما تمشاتش. علاش كيجريو على المدرب؟ حيت ما تمشاتش الكره، راه ماشي هو راه اللعابه، ولكن سي مونترينور. اي سي حسن يمكن خدنا الوقت، خدنا الوقت، استاذ فوق مره تكون صوتك يكون صوتك مزيان. حديث مع سي حسن شيق ديما كنسخاو شويه. الله يلا ديما سي حسن. سي حسن الشهاده على القضيه اللي قالك ديال لابيرود اللي عشناها على لي جون، فكان ديك الساعه كان كيعرف ديك صديق ديال كان هو كيتصل بي تيقول الله يخليك راه باعيو غيضيع على الشيبي، كان هو اللي كان كيبان على الشيبي، ما كنتش عارف الشيبي، كنت كنمشي نهضروا مع الناس على قبل الشيبي، لان الشيبي انا كنعتبره غاشي موهبه ضاعت، لان الشيبي كان يقدر يكون في هذه المستويات ديال الحكيمي والمزراوي، كان يكون في هذه المستويات، ولكن للاسف دماغه ما عاونوش والناس ما عاوناتوش. وكان الحمد لله لا هذا واقع بيراميد اكزاكتومون والله رجع رجع حيت عنده لا باز كاين عنده اون باز رجع رجع مشى من رجع للجيش كان ديك الساعه تيقول لي راه روسي ما تيجاوبنيش ديك الساعه روسي كان ديريكتور تكنيك دوي معاه ويقول لي كذا كذا ديك الساعه كان في لي جون دونك كنقلبوا على لي جون كاملين غير ديال الوداد حقو كودادي هذا الشيء ما بقاش شايل في المغرب للاسف ما بقيناش كنشوفوا بزاف اللعابه كيضيعوا هكذاك هباء منثورا. دابا دابا انت دابا دابا كنهضروا سي محمد احنا تفرجنا في ايديسات كنا كنتمناو ذاك السبيكور يقول كذا لاعب فريق الرجاء لاعب فريق الوداد لاعب فريق حتى واحد كاع ودابا هذا الشيء دابا اللي قلت لك راه خصك النتيجه ديالو ها هي النتيجه ديالو في لي كاتيغوري كاملين ما كاين حتى واحد علاش؟ حيت الجيش خدامه حيت الفتح خدامه والاكاديمي خدامه وبركان الرجاء والوداد والماس اللي كانوا هما النواة ديال المنتخب هما النواة ما بقاوش وعلى الاقل دابا دابا شوف احنا نقولوا مال فورمي ما كاينش ولكن ايما دوك اللعبة ديال الوداد ولا الرجاء واخا واخا خلويين كما كيقولوا كيكون عندهم شي يربحوا كتعيط على واحد جوج وراه هادشي راه ماشي دار على التيرانات كاملين ترى ما خلاهم كيعيط وكيسول قال لي عندي اون باز ديال 320 لعام اللي بقيت كنقول بهم حتى الهوات واحد اللي كان معاه هو علالي شمس الدين كان سميتو النيفو ديالو تا هو نقص شوم التداريب ماشي تا تما مرات هو كان معاه راه كان معاه في لا ليست وداك الشيء ومن بعد راك عرفتي المدرب كيبان ليه خصو يشوف اللعاب اللي واجد اللي مهم اللي واجدين للاسف تحياتي سيدي حسن مرحبا ان شاء الله نعاود نعمل استضافه مرحبا بكم بس ان شاء الله ان شاء الله بإذن شكرا الله. سي حسن ومرحبا مرحبا بك تشرفتينا شكرا شكرا عليكم نبدا نحاولوا نشوفوا هادشي ديال البرمجه وفين واصلوا ونشوفوا رد فعل ديال خصنا هو رد فعل الرجاء لان ما عارفينش بامانه ما قدرناش نوصلوا ليه غنحاولوا نشوفوه باذن الله تحيه خاصه للطاقم التقني الاخوان كاملين يونس بوحيه خوله الشرقاني امين صديق يوسف والإخوان كاملين اللي كانوا معنا في الإعداد، نتوما اللي تابعتونا إلى سعيد اللقاء.